السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في اليوم الثاني من تدريب تصميم التطبيقات التعليمية وإنتاجها على الهواتف الذكية. امبارح يعني احنا كسرنا الجمود، يعني هو طبعا التدريب بيحتاج فترات زمنية طويلة وتجربة وخبرة وتعامل علشان الواحد يعني يتقن ان هو يطلع منتج. ولكن انا امبارح يهمني ان مع حضراتكم مع معظم الناس الجدد ان احنا عملنا عملية كسر جمود للموضوع، عرفنا ايه هي التطبيقات ديت وايه المواقع المهمة اللي ممكن ان احنا نحمل منها هذه التطبيقات، واشتغلنا على موقع متميز جدا اللي هو جوت فورم، اللي بيسمح لك انك تبقى عندك فورمة تملى فيها الداتا، والداتا اوتوماتيكلي بتكون مربوطة بجدول عشان نقدر نحمل الجداول بعد كده ونطلع الاحصائيات، وكل ده يمكن ان هو يتم استعراضه من خلال ايه؟ من خلال ابلكيشن بيبقى على الموبايل. يعني انا بقى اشغل الفورمه واعمل انسيرتنج للداتا واعمل بريفيو للداتا دي بعد كده في التيبلز، فدي عمليه معقده جدا المفروض برمجيا لو تمت بشكل يدوي، اما ان هي بتتم بشكل اوتوماتيكلي بالشكل دوت فده شيء متميز جدا في برمجيات الأجهزة الذكية أو الهواتف الذكية. اسمحوا لي نكمل عملي ونكمل التطبيقات اللي بنشتغل عليها، احنا كنا شغالين في تطبيق في الإدارة، فاسمحوا لي إن أنا أكمل فيه شوية وأتطرق زيادة لتحويله إلى إدارة وتعليم، يعني يبقى في عرض محتوى أو إن احنا نعمل غيره. هو العمل غيره ده سهل من الصفر، فاسمحوا لي برضو ان انا اتعمق اكتر، لان في ناس طلبوا مني بالامس قالوا يا دكتور عبد الرحمن فترة الدورة قصيرة على 4 مواقع ان احنا نكسر فيهم الجمود، فخلينا في موقع واحد نلم فيه معلومات وكده، واحسن ما ناخد 4 مواقع وما نعرفش تفاصيلهم كلها، نسيب دورة تانية ناخد فيها موقع تاني ودورة تالتة ناخد فيها موقع تالت وهكذا. فالفوكس بتاعنا ان احنا نكمل في نفس الموقع نتقنه اكتر بحيث ان احنا نطلع بيه تطبيقات متميزة. فطبعا الاقتراح ده يعني اقتراح مستحسن، طبعا مفيش مشكلة نظرا لضيق الوقت، والنهاردة عندنا التدريب اقل من 2:30 لان في بريك صلاة مغرب وفي صلاة عشاء قبل 10 دقائق من الانتهاء، فالثلاث ساعات ناقصين معانا حوالي 40 دقيقة. فممكن نركز في الجوت فورم أكتر، إن إحنا ناخد الفروم سكراتش ومن الصفر ننتج برنامج صغير، وإن إحنا نزود أكتر في التمبليت والستور والأدوات، بحيث إن إحنا نطلع تطبيقات متنوعة. طيب اسمحوا لي إن أنا أبدأ أعمل مشاركة لسطح المكتب الآن، شير أبليكيشن سكرين، وهقول له أنا عايز أستعرض السكرين الثانية وأشغل فيها الصوت الموجب. يعني أنا عايز بس أطمن من حضراتكم، هل الشاشة عندي واضحة والصوت واضح كويس ولا في عندنا مشكلة؟ واحد، تمام، أوكي. تعالوا نبص بصة قبل ما نبتدي على الايميل. طبعا انتوا عارفين ان انا الايميل ده اللي انا عملت بيه الاكونت على الجوت فورم بالامس، اكونت جديد. الايميل عمال يبعت لي يجي لي فيه من الموقع اشعارات، يعني قالوا لي ان في حد جاوب على الايفالويشن ده، وفي حد تاني جاوب، التاني اللي جاوب اهو حط كورس تايتل هنا مش موجود، لسه مش عارف بقى اسمه مكتوب ولا لا، ولكن في حد غيري دخل على الابليكيشن الساعة واحنا مخلصين حوالي الساعة 7 مساء امس، اول ما خلصنا يعني دخل عمل التقرير دوت وجالي ريبورت، يعني معناه بيجي لي ريبورت، ده الريبورت بتاعي، ده الريبورت بتاع احد الزملاء، تمام. فبيجي لي من الموقع تقارير، هو ده اللي انا عايز اقوله. طب ايه تاني مثلا؟ هنا عبد الرحمن سالم انا دخلت داتا، هنا بيجي لي من موقع اشعارات باستمرار على الشغل بتاعي ان وجد، يعني لو في حاجه استجدت فيه.
طيب ممتاز. انا لو انا هنا وضغطت على هنا بيقول لي مثلا انت عايز فيو اولد، انا هقول له وريني فيو اولد، ضغطت كده في الايميل هنتقل للموقع بشكل اوتوماتيك، فبيقول لي لوج ان، بلوج ان ويز ايميل وبختار الايميل اللي هو التريننج، تمام، فبيحولني اوتوماتيك الى الموقع والاكونت بتاعي والمشاريع بتاعتي والفورم بتاعتي والتيبلز بتاعتي. فانا عندي هنا زميل بالامس دخل وعمل الايه التقرير الثاني ده، جميل جميل، ما فيش مشكلة، اوكي، في داتا عندي يعني. ده الموقع، وبيقول لي لو انت عايز تاخد تخفيض، انا كده كده عندي تخفيض التعليم لو حبيت اخده في اي وقت يعني، ده اي اكونت جديد بيدي له التخفيض ده. هنا بيقول لي ان في ستودنت كوليكشن انفورميشن، في حد حاول يدخل داتا فيه برضو، فانا ممكن اشوف الداتا اللي في التيبل ده، يعني ممكن انتقل للتيبل مش فورم بقى، يعني ممكن انا اشوف مور هنا واشوف هنا الـ الاحصائيات بتاعت الجدول ده. بس هو واحد يعني، هو واحد واحد ما فيش غيره، قد يكون انا، لا غيري عبد الرحمن، لا هو عبد الرحمن بتاع السمرة هو اخر واحد، فما فيش حد غير عبد الرحمن من حضراتكم دخل فيه، هو انا بس بيديني اشعار يعني ما شفتوش. فالاشعارات دي دايما موجوده، ان هنا في اتنين شفناهم وهنا واحد والباقي كله ما اشتغلش فيه. طيب نشوف هنا الناس، تمام معايا؟ معايا. نسحب كده خط كده علشان لو حد كتب حاجه في الشات ابقى انا عارف هو كتبها امتى وبخصوص ايه. ده الموقع بتاعي، جنب اسم الموقع بالظبط ماي فورم، الاساس الفورم، الاساس الفورم، لو انا حاولت اخرج من الفورم كده واضغط انتر بيدخلك فيها تاني، يعني معناها ان الصفحه الرئيسيه للموقع تعتمد على الفورم، الصفحه الرئيسيه للموقع تعتمد على الفورم، الفورم هو الاساس، انك تعمل فورم تستقبل داتا، وبالتالي برامج الاندرويد اللي خارجه من الموقع ده تعتمد على البيانات والمعلومات، وده من ارقى مواقع الاندرويد اللي انت ممكن تشتغل معاها، او من ارقى المواقع اللي ممكن تطلع منها تطبيقات، لانها بتعتمد على المعلومات. تعالوا نشوف هنا الاحصائيه بتاعتي، بيقول لي انت ما عادش ليك ولا فورمه. يا راجل ليه، ما انت عامل خمسه، ما انت فري مجاني اخره خمسه، اللي غير مجاني بقى في البرايسنج، ما انت عشان برضو ما تقوليش اعمل لي فورمه جديده يا دكتور عبد الرحمن. انا شغال بالباكج الايه الستارت المجاني الخمسه فورم، لو انا كنت عايز الغير مجاني كنت دفعت تعليم 17 وعملت ابجريد واخدت 25 فورم وعملت شغل جامد قوي بقى، جامد يعني، اطلع تطبيقين ثلاثه يعني حاجه محترمه يعني. هو ما بيدينيش ليميت للتطبيقات هنا يعني. تمام، ولكن بيديني ليميت للفورم، يعني لو عندك مهما كانت التطبيقات والصفحات ما بيعدليش قوي يعني، بيعدلك بس الزوار اللي شافه، في 28 واحد شافوا الشغل بتاعنا الفورم بتاعتنا، في ثلاثة اشتركوا أنا اتنين منهم، وآخر 100، آخر 100 في الشهر لأني مجاني، لو أنا كان عندي طلبة كتير وكده يبقى في 1000، تمام، ممكن أنا يبقى 1000 2500 على حسب، أنا كأستاذ بدي الرابط بتاعي ده لمين وبتعامل مع مين بالظبط يعني. جميل 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 جميل، احنا كده بقى فاهمين راسنا من رجلينا، وفاهمين ان انا ما اقدرش انتج فورم تاني، ولو حصل كثافه منكم في ادخال بيانات داخل الفورم هيتقفل معايا هنا، لو واحد او اتنين او تلاته منكم يدخلوا كده يلاقوا العدد التلاته ده زاد، الفيو بس مجرد الفيو 1000 فيو، 1000 فيو فغير 1000 ملو، 100000 100 ملو بيانات، فالاعداد هنا على حسب اشتراكك شغال. انت ممكن تبعت ايميل تقول لهم معلش يا جماعه انا مثلا عايز الفيو انليمتد، الفيو مفتوح والتسجيل ده على قد حاجه معينه، مثلا اللي هيسدد الرسوم مثلا دوره تدريبيه معينه او كورس معين او هو طالب بالفعل هو اللي هسمح له انه يشترك، بس انا ممكن ابعت لهم ايميل اقول لهم انا عايز الفيو يتفتح معايا، لان 1000 فيو وفي البرايس تاني ال 10000 فيو، ال 10000 فيو دي ممكن تبقى هاك يعني، ممكن حد يقفل هو بيبقى عايز يبوظ الموقع ولا حاجه.
فما ينفعش 10,000 في الشهر، انا شايف انه قليل. بس انا شايف ان 100 مشترك في الشهر ده كويس، لو انا مركز تدريب تابع للجامعه او وحده دراسات او وحده بحوث او وفي 1000 واحد طلبوا مني طلبات في الشهر، 1000 طلب في الشهر، او حتى دعم فني او موارد بشريه او عماد التعلم الكتروني، وعندي 1000 مشترك سجلوا داتا كويس. لو عايز اعلى اكتر من كده اوكي، ما هو في التعليم هوصل في الشهر ب 20 دولار، ده 100 ريال ان انا اقدر اجيب 2500 واحد يشترك مع 100,000 فيو. ال 100,000 فيو دول صعب اوصل لهم، صعب اوصل، انما ال 10,000 فيو انا ممكن اوصل، ممكن اوصل لهم مع اهدار الفيوهات، يعني واحد يقعد يفتح الفورم ويقفل وده يفتح ويقفل، انما ال 100,000 فيو ومع التركيز، هل الفيو ده مرتبط بالاكونت ولا لا؟ يعني الفيو ده مرتبط ان واحد داخل باسم يوزر نيم وباسورد ولا بيفتح وخلاص؟ وكل ده محتاج ايه؟ تجربه للموقع. يعني لو جيت هنا برضو ان انا عملت ريفرش كده هشوف هل حد دخل وانا بتكلم، ممكن ما الاقيش حد دخل وانا بتكلم، ما فيش، يعني ما فيش تغيرات. تمام. ففي البدايه دي حاجات لازم تعرفها، وعلشان تاخد قرارك انك تاخد الديسكاونت بتاعهم لانك مشترك جديد او تاخد ديسكاونت التعليم. حلو الموقع وبيقدم لك خدمات كويسه للاندرويد والابل وغيرها من الايه المنصات يعني. طيب تعال ننتقل لجزئيه الابلكيشن تاني. وانا عندي 5 فورم خلاص اتقفلوا عليا على كده. عندي هنا تقريبا ابلكيشن واحد اللي هو بتاع كليه التربيه بجامعه القصيم، و هدخل عليه ان انا اعمل فيه ايديت يعني. فانا عملت ايديت المره اللي فاتت ان انا عدلت البانر وعدلت اللوجو وعدلت البيانات وضفت تقييم الزوار، وهو كان فيه لحد الدرجات، انا عملت تقييم الزوار وتقرير التقييم، بس مش عارف ايه الحكم ده، تقرير التقييم، وقلنا ازاي نعمل الكلام ده كله. لو انا عايز اعمل صفحه ثانيه في الابلكيشن الجاهز ده، فده كده كده احنا كده هنشتغل من الصفر، فانا ممكن اخرج برضو من ده، اخرج من الابلكيشن بتاع كليه التربيه، ممكن ارجع بباك، وممكن ارجع لاي حاجه ثانيه بره للايقونه الرئيسيه. تمام. طبعا هنا السهم اللي تحت دوت بيقول لي اوبن انذر ابلكيشن او غيره غيره غيره، فانا ممكن لو قلت اوبن انذر ابلكيشن فبيقول لي انت ما عندكش ابلكيشن غيره يعني عشان تفتحه، فانا عايز اخرج منه، اقدر اخرج منه، فانا ممكن اضغط هنا بره خالص وارجع تاني للابلكيشن وما ادخلش عليه هو. طبعا عارفين بنرجع تاني للابلكيشن، بس احفظوا المكان ده عشان في ناس ممكن تبقى ايه مش واضحه لهم. ماي ابلكيشن، هي ما بتبقاش ماي ابلكيشن في الاول، بتبقى ايه جنب اللوجو هنا، بتبقى جنب اللوجو المنطقه ديت اللي فوق، بتبقى هي للفورمه في البدايه. فانا اللي بختار ماي ابلكيشن، انا حبيت اكبر بس عشان تبقى عارف ايه المنطقه بتاعتنا يعني. فانت في ماي ابلكيشن هنا تقدر تنشئ ابلكيشن جديد. منين؟ شايف الزر برضو اللي فوق هنا عندك اللي هو كريت ابلكيشن اللي موجود فوق ده. تمام. فانا بضغط على هذا الزر فبيسالك يوز تمبليت. طب ما انا اخدتها امبارح، انسخ من ابلكيشن موجود، ما انا عندي ابلكيشن هاخد منه نسخه واكمل عليه. طب تعالى ناخد كده ابلكيشن 2. بس هي المشكله في الفورم، ممكن يقول لك انت عندك 5 فورم، ازاي يبقوا 10 فورم؟ يعني مش هيستوعبها. او تعال نجرب، انا بنسخ من فورم موجود، بنسخ من دوت وبقول له نيكست، بقول له انسخ الابلكيشن والفورم، انا اخري 5 فورم، ازاي هيبقوا 10 فورم؟ تمام. فبقول له انسخهم لي، خدهم لي. ف ف ف فبقول له تعال، فبيقول لي انت عديت الليمت، انت اخرك 5 يا اخي واستخدمتهم، فازاي انت عايز تعمل لي
نسخه بالخمسه فورم دول، فالطريقه دي ما تنفعش، الطريقه دي ما تنفعش. اذا ممكن انا اختار طريقه تانية هنا واختار منها ان انا بنفس الفورم الموجوده، يعني ما اعملش فورم جديده، ما اعملش فورم جديده، اشتغل على نفس الفورم. فبقول له انسخ وكده. استاذه مشاعل بستاذنك بس تشوفي في مشكله عند سعاده العميد الدكتور فهد، مش عارف يدخل الجلسه معايا استاذه مشاعل، فبس استاذنك، هو عشان بيبعت لي وانا شغال فجالي اشعار، فاستاذنك بس تتواصلي معاه وتشوفي عنده مشكله ايه. بس دكتور فهد السديس معانا، هو في الجروب، عميد عماده الموارد البشريه، فاتمنى بس حضرتك تتواصلي معاه. شكرا شكرا استاذ مشاعر. فاكمل مع حضراتكم انا، اي حاجه في الجانب الفني يا جماعه ابعتوا الاستاذه مشاعر على طول يعني، تمام؟ لان في حاجات انا ما بشوفهاش غير بعد التدريب، انا لولا الاشعار جالي دلوقتي عملت تيت فافتكرت انكم سامعين صوتي وحد بيحذرني او حاجه يعني. بس اتضح لي ان في مشكله عند سعاده العميد في الدخول، وبالتالي ايه قلت الاستاذه مشاعر عليها. فاي حاجه في المشاكل في اي دوره مش دورتي بس، نبعت على طول الجروب او الدعم ده. بنتكلم معانا هنا في الابليكيشن اللي احنا عايزين نعمله. فانا عملت نسخه تانية كوبي من الابليكيشن، عملت كوبي واقدر اعيد تسميته بس على نفس الفورم. هل انا غيرت عدد الفورم؟ لا، هم خمسه. فانا دلوقتي بقى عندي ابلكيشن بتصب الداتا بتاعته في نفس الفورمه ونفس التيبل. يعني عارف لما يبقى لك شاشتين او برنامجين بيملوا الداتا في نفس الجدول، يعني عندك ابلكيشن للطلاب وابلكيشن للاساتذه وابلكيشن لكذا، ممكن ابلكيشن الطلاب يدخل الداتا وممكن في ابلكيشن الاساتذه يدخل الداتا في نفس الفورم. يعني انا رابط الخمسه فورم باثنين ابلكيشن الان، بس الخمسه فورم باثنين ابلكيشن. طب الابلكيشن الثاني ده مش عايز اسمه يبقى كليه التربيه كوبي نسخه كده ومش عارف ايه، لا انا اخليه ده بتاع الجامعه ككل، هنا خاص بالجامعه ككل، ابلكيشن مستقل، واللوجو بتاعه نفس اللوجو جامعه القصيم، مش مشكله، والامور دي كلها والامور تمام معايا. فانا بقى عندنا هنا اثنين ابلكيشن، لو انا خرجت هنا ورحت بره هلاقي اثنين ابلكيشن على نفس الفورم، فمفيش مشكله، ممكن يبقوا ثلاثه ابلكيشن، اربعه ابلكيشن، خمسه ابلكيشن، ولكن مش هتقدر تزيد عن الخمسه فورم الموجودين عندك. يعني كده انا عندي اثنين ابلكيشن، ابلكيشن لكليه التربيه وابلكيشن لكليه العلوم وابلكيشن لكليه الهندسه، وكلهم مربوطين بفورم واحده بتصب مثلا في اداره التدريب في الجامعه، بتصب مثلا في اداره الموارد البشريه في الجامعه، بتصب في الدراسات العليا. يعني انا هل ممكن الداتا اللي بيملاها طلاب الدراسات العليا من اي ابلكيشن لاي كليه تصب في نفس الداتا بيز؟ ما انت عندك هو رابطهم، الداتا اللي بتدخل من هنا هي الداتا اللي بتدخل من هنا، هم نفس الفورم بيشتغل عليه. يبقى دي طريقه ان انا انشئ ابلكيشن جديد مش من التمبليت، لا اخد نسخه بس، لازم تراعي اثناء اخد النسخه انك ملتزم بعدد الفورم اللي الباقه سامحه لك بيها يعني، تمام؟ طب جميل جدا كده. طيب الاختيار الثالث، ولسه انا ما قلتش الاول، ستارت فروم سكراتش، يعني ابدا من الصفر، ده اللي هنشرحه النهارده، ازاي اعمل ابلكيشن من الصفر، ولكن بديك الحاجات السهله اول، يعني اللي احنا بنقوله ده السهل. فانا باجي للبيلد ستور، يعني انا ببني متجر، متجر عايز ابيع كتب الجامعه، عايز ابيع، كليه العلوم بتصنع منتجات، البان، زبادي، لحوم مثلا، انا بشوفها كده وانا رايح البنك الرجح كده، بدخل في كليه العلوم بلاقي في الدور الارض كده زي وناس واقفه طوابير، نفسي اقف معاهم اشتري زيهم، بس انا مش عارف المنتج بعد ما اقف في الطابور المنتج اللي عندهم انا عايزه ولا لا اساسا، مش عارف يعني، بس الناس بتقف وتاخد اكياس وراحه جايه ومش عارف ده ايه، انا نفسي اقف اعرف بيبيعوا ايه، بس هم عندهم منتج اكيد بيتروج،
فده ممكن يبقى من خلال ستور، يعني زي ما انت شايف هنا ممكن يحط سعر ويحط منتجات. يعني انا عندي هنا منتج، المنتج دوت ليه اسم، يعني ممكن تكون زجاجة حليب مثلا، هم جايبينها حاجة محترمة يعني، والسعر بالدولار هنا، يعني هو السعر هنا بالدولار. انا ممكن مش عارف انا اقدر اغير السعر بتاعه، يبقى الاوبشن ما يبقاش بالدولار يعني، بس طبعا هتحتاج ان انا ابص اكتر. هو حاطني بالدولار يعني، ممكن احط له السعر ب 2 دولار حاليا يعني، واقول له هذا ده منتج جميل جدا ورائع، منتج احلى من اي منتج يعني، ده منتج كلية العلوم او الزراعة، منتج كلية، منتج عالي المستوى، عالي المستوى وصحي، واطمن يعني كده يعني، انا في الديسكريبشن عايز يحط لي صورة. فانا ممكن اجيبها بقى من على النت بقى، يعني اجيب زجاجة حليب، يعني اجيب اسيرش هنا اكتب بالعربي زجاجة حليب، تمام، بيجيب لي بقى ايه الزجاجة كده شكلها جميل بقى. ممكن اجيب انا حاجة ملهاش هوية زي الزجاجة الجميلة مثلا، اي حاجة بقى، الزجاجة دي جميلة قوي اهو مثلا، دي حاجة قريبة من الشكل، اي شكل انا بجيبه يعني. فانا بجيب الصوره مثلا، صوره، اي صوره انا عايزها تعبر عن الموضوع وتكون قريبه، تكون قريبه من المنتج بتاعي، او انا اكون مصور المنتج يعني، انا ما عنديش منتج مصوره، فانا مضطر اعمل بالطريقه دي، واجيب الجي بي جي الصوره ديت، وانا جوه الابليكيشن، بحط الايمج، بعمل اختيار للصوره، ابلود للصوره، وهي على الديسك توب طبعا، فانا عندي محملها، لسه محملها دلوقتي، فهتلاقيها وسط الصور اللي هنا ديت، صورة زجاجة يعني اهي. فهنا يبقى هو المنتج بتاعي اخد صورة الزجاجة دي. فلما يجي الزبون بقى يستعرض الابليكيشن، ده شكل الابليكيشن اهو، ودي المنتجات، انا لسه ما عملتش حتى حاجة، ما حطيتش غير منتج زجاجة حليب ب 2 دولار يعني، ويضيفها في السله، ده الموضوع جميل يعني، الراجل هيشتري اونلاين اهو يعني، بقى في سله وانا هبقى متجر ومن خلال الموقع وبجيب فلوس والدنيا شغاله يعني. هل في الترخيص ان ممكن حد يشتري من خلال الموقع؟ في بيمنت، في مانثلي بيمنت يعني، في هنا انك ممكن الناس تشتري منك من خلال الابلكيشن، بس الفري انك هتجرب 10 بس، غير فري 100 طبعا. انت لو هتبيع بقى والموضوع فاتح معاك، مش هتستخسر فلوس وهتبيع اونلاين، فهتاخد باقة عالية بقى، فممكن تبيع ل 1000 زبون في الشهر 1000، وممكن تبعت لهم ايميل على فكرة وتقول لهم انا عايز ازود الكمية دي، مسموح يعني، مسموح يعني، هو بيقول لك في 50، لو انت عديت مش هيقفل معاك يعني، لو الزباين، شوف انت بس هترجم لك الحتة اللي تحت دي، هترجمها لك بس بص عليها، بيقول لك ايه، في خصم 50% مش عارف ايه، وفي حاجة هي ب 50 سنت بس مش عارف هو قايلها ولا لا، بيقول لك يعني انك لو عديت المستخدمين دول، لو عدى ده بيحاسبك 50 سنت بس او حاجة لكل فاتورة، حاول بقى الفاتورة تكون كبيرة بقى عشان تعوض الابليكيشن، ومش كله هيشتري بالابليكيشن يعني، تمام. طيب جميل جدا، جميل مبدئيا ان انا بعمل تطبيق لمشتريات وبيع. طيب انا عندي خلاص ده الزجاجه، عايز اضيف منتج تاني، عايز اضيف جبنه مثلا اهو، مكان تاني اهو، عايز اضيف اد نيو منتج تالت رابع، ولما تيجي تشوف بتلاقي في اماكن لاربع منتجات عندك، انا اشتغلت واحد ولكن في عندي منتجات تانيه اربعه، انا عملت اربعه وانا واقف معاك بضغطه زر. فممكن كليه الزراعه في تطبيقها ممكن تزود حاجة زي كده، إن هي يبقى عندها برودكت، قسم للبرودكت كده. طب هل هي موجودة كإليمنت هنا يعني، مثلا معذرة يعني، هل البرودكت موجودة؟ اه، في بيمنت ليميت وبرودكت ليست هنا. طب ده حاجة جميلة، طب أنا هنا الشيطان، مش سوري، ما كنت أقول الشيطان بيوزيني إن أنا أروح أفتح الأبلكيشن الثاني وأزود في البرودكت عشان يبقى أبلكيشن كلية العلوم أو الزراعة، في شاشة للفورمة وفي شاشة تانية للبرودكت، انا بعمل منتج برودكت جديد، بس القديم بقى، القديم يعني،
هل بيسمح لي ان انا اضيف فيه شاشة تانية تبقى للبرودكت؟ دي حاجة لازم اجربها مع حضراتكم ونبص عليها قبل ما نشتغل من الصفر. الابليكيشن القديم اهو اعمل له ايديت وانا شغال في واحد تاني، مش فارق افتح اتنين شغال فيهم، هو المشكلة هنا في عدد الفورم. طب اعمل صفحة جديدة، اعمل اد نيو بيج من تحت اهو، اخدين بالكم هي فين؟ اد نيو بيج اهي تحت، انا واقف عليها، واقف عليها تمام. فاضغط بس كليك، يعني كليك شمال كده اد نيو بيج. طب البيج دي ايه بقى؟ بيقول لك بقى انت اعمل دراج اند دروب. طب اللي انا عايز اعمله البيمنت ليست تمام، واحط بوكس كده للحاجه بتاعتي اللي هو موجود هنا، برودكت ليست كان نوت بي يوزد ات ذا سيم تايم، يعني هو موجود مش هينفع احطه تاني. طب ما انا احطه هنا تمام اهو، سوري. فجاب لك هنا اد نيو برودكت. طبعا الشاشه سوداء والكتابه والدنيا مش رايقه، فانا عندي الستايل تشينج ستايل، معلش يعني، واخليه فاتح كده بس للحتت اللي فوق ديت. يعني انا شايف هنا كتابه زرقاء وموال، يعني انا شايف ان الستايل مش ظريف خالص، اللون الازرق ده الكتابه. انا عندي خلفيه سوداء، فانا اكتب بالابيض او بالاصفر. ارجع بقى ارجع الحاجات دي كلها، فانا عندي هنا الزر ده حتى شوف بيبقى لونه ازرق احسن الباتون. اما الفرونت كلر، الفرونت كلر دوت انا شايف اللون الامامي يبقى مظبوط كده احسن. يعني على العموم، على العموم انتوا اخدتوا معايا الستايل بالامس يعني، وشفنا الكاستمايز وشفنا الحاجات اللي زي كده يعني مع بعض، واخدين بالكم بتغيروا ازاي. فانت على حسب ما انت شغال بتشتغل يعني. تعال هنا نشوف الكلمة ديت، يعني لو خدتها واحد اتنين بنشوف المنتجات بتاعتنا. ده هنا ايه؟ بس انا مش شايف للاسف بسبب السواد اللي انا فيه ده. ارجع كده للابليكيشن كله السيتنج بتاعته، معلش اشوف حاجة متأثرة كده لا هي الالوان من كانت من جوه تقريبا، لان هنا حاجات عادية ماشي ملهاش علاقة بالموضوع. الموضوع كله في البيلد من الاول، انك انت شغال على اساس لون معين وابليكيشن معين فاخد السين بتاعه يعني، ماشي الكلام. فبرضو احنا هنعدل مفيش حاجة عندنا الستايل بتاعت البوكس كله، وبنشوف على قد ما بنقدر بنشتغل يعني، ماشي الكلام. وادي الستايل، ادي العادي، وادي الكاستمايز، وقلنا الكاستمايز احمر مع مش عارف ايه، فهو شغال معايا يعني. هنا المنتجات بقى، دي المنتجات بتاعتي اللي هي موجودة بره في الجنرال. عندك منتج اول ب 10 اللي هو لونه ازرق ده، فانا بأديت يعني المنتج او بلغي المنتج، بقى عندي منتجين يعني، فممكن ازود واحد ثالث ورابع، ازود بقى المنتجات بتاعتي. فانا عندي ده المنتج الاولاني ب 50 دولار، ماشي الكلام. برضو بضغط بشيل تمام، يبقى انا عندي المنتجات. عندك هنا this element ماشي مش هيظهر معاك قوي ماشي دلوقتي، عشان بيقول لك لازم يبقى في بيمنت جيت واي، في طريقه للدفع، فبيقول لك هتزود البيانات بتاعت الدفع يعني. فبيقول لك انت عايز تزود بيانات الدفع، شوف انت عايزه يدفع لك على فين بقى، يدفع لك على البي بال ولا انت في حساب بنكي. هم عندهم حاجات كتيره تقدر تلم فلوسك بيها يعني، فعنده البي بال ده مشهور يعني، البيزنس وبيرسونال وكلام من ده. في منصات تانيه للدفع هو معتمدها يعني، يعني ممكن تدفع من خلال جوجل وابل، جوجل باي وابل باي موجودة برضو. وعنده هنا بعض الحاجات التانية انتم ممكن تكونوا بتبقوا عارفينها او بتستخدموها، البي يو يعني، انا ما بدفعش بالموبايل كتير حاجة من الحاجات ديت. فدي محافظ كتيرة هي من اشهرها البي بال، تقدر تلم فلوسك فيها وتربط البي بال بحسابك البنكي والعملية تمشي معاك. هنا بقى العملة اللي أنا كنت كلمتك فيها في الأول، يعني المنتج هنا كله بالدولار، فإحنا كل مشكلتنا
في العمله بيونايتد ستيت امريكا دي، فانا عايزه بالريال السعودي، هل هيسمح لنا في المملكه مثلا بالريال مثلا يعني هنا بالريال؟ مش عارف بقى الريال ممكن هنشوفه يعني، هو عمله معتمده الريال على فكره، اكتر المواقع الاجنبيه تقول لك ايه الدولار واليورو ومش عارف ايه، ومن ضمنهم الريال السعودي والدرهم الاماراتي، ففي عملات كده تلاقيها لازم تكون موجوده، وليكن الريال ممكن نلاقيه هنا يعني. بس طبعا انا مش عارف اختصار الريال يعني بصراحه، الامانه يعني مش عارف ريال بادئ بالار ولا بالسعودي، هنا حرف الاس يعني، كنت عايز اجيب سعودي عربيه وجبت دول كتير اهو، اهو اس اي ار افتكرت والله اعرف اهو، يبقى كده بالريال السعودي ب 2 ريال يا بلاش، وب 10 ريال بقى المنتجات التانيه ماشي. انا قلت اعدل المنتج، فانا عندي هنا العمله زي ما انت شايف فيها ريال سعودي تمام، تقدر تحدد نوع العمله من الاول. نفس بقى في كليه التربيه، انا فتحت هنا علشان هنا بالدولار، فانا هقول له لا ده احنا بالريال يعني اس اي اهو ار بقى، المنتجات اللي هنا اللي انا كانت اللي هتبقى بالدولار هتبقى بالريال تمام، فالبيمنت ميثود هتبقى الاسعار بالريال، وانت هتضيف بقى هنا تعمل انتجريشن بحسابك في البيبال علشان الفلوس اللي هتدفع من خلال الموقع البيبال هو اللي ياخدها مثلا، او الجوجل باي او الابل باي، فتبقى الفلوس متخزنه لك في الاكاونت بتاعك ماشي الكلام. فدي جزئيه ماشي. هنا برضو بيتكلم معاك في النقطه او الكومه اللي موجوده في المبلغ بعد قبل القروش يعني، فبيقول لك الديسمال او العلامه العشريه انت عايزها موجوده، انت هتاخد بالفكه يعني هتدفعه فكه، فانت ممكن تستخدم الكوما او البوينت يعني، انا بحب البوينت لو انت عايز فكه يعني، لو مش عايز فكه اقفلها مفيش بقى فكه، مفيش فكه كله 5 6 7 8 مفيش فكه، او في فكه زي ما انت عايز يعني كل حاجه وسعرها ماشي الكلام. فدي كلها البيمنت انتجريشن، انا بربط بالبيبال. هنا كمان في المتجر بتاعي لو انا عايز اعمل متجر ممكن يبقى كله على عمودين او 3 عمدان او عمود واحد، تشوف المنتجات بالدور، الزبون يدخل يشوف المنتجات بالدور او يشوف عمودين او يشوف 3 عمدان. وهل هتسمح له بالسيرش؟ هنا هو انيبل سيرش يعني ممكن يكتب منتج ويدور عليه، ممكن انا اقفله ما يسيرش، ما يعملش سيرش، يعمل سكرول كده ويشوف المنتجات. طيب هنا برضو الشيك اوت بيج، في الشيك اوت بيجي له بيكتب الاسم والايميل وكده تمام، يبقى في بيانات بنجمعها الاسم والايميل، انا برضو عايز التليفون عشان لو هتواصل معاه واتس او تليجرام، فانا ممكن اضيف عنصر هنا واقول له هات لي الفون بتاعه، يعني ازاي ما اخدش الفون بتاعه، هو هيبقى بيع دولي ولكن انا هبيع زجاجة الحليب يعني في المانيا، ما كلهم عندي هنا في بريد هيبقوا جنبي يعني، فناخد التليفون بتاعه عشان لو عنده مشكله في المنتج، في حاجه تانية عايز عنوانه ما فيش داعي يعني. فهو اللي اذا كان في استطلاع راي انت بتعرف المشترين مثلا، ممكن تشوف النوع ذكر او انثى عشان تعرف تشوف الرجاله ولا الاطفال ولا الستات بيشتروا اكتر، لو انت هتاخد بالبيانات دي استطلاعات راي للستور بتاعك او المتجر مين بيشتري منك، فبتفيدك في الاحصائيات في النهايه يعني، انما الفون والايميل والاسم عشان التواصل مع الزبون بس يعني. خد بالك انت تعمل اسقاط على ده على الجامعه، يعني تعمل اسقاط ازاي على الجامعه؟ انا ممكن في التعلم الالكتروني يبقى عندي وحده منتجه بدرب بفلوس للمجتمع، وده موجود بالفعل في الشهادات الاحترافيه. طيب انا بيجي لي زبون الشهاده الاحترافيه، هو زبون اسمه زبون، انا عملت التعلم الالكتروني الجامعه في مشروع للشهادات الاحترافيه ومعتمده من المركز الوطني، وانا ليا زباين بيجوا يتدربوا ويدفعوا فلوس. طب الزباين ديت ممكن اعمل لهم ابلكيشن واجمع داتا واخليهم يدفعوا اونلاين؟ يجوز واخد بالبي بال وادخله بعد كده على حساب الجامعه؟ يجوز يجوز، ايه المشكله؟ او اربط على طول يعني، ما هي طريقه الربط لسه ما درسناهاش، او اربط على طول بحسابات بنكيه والفلوس تجي لي والزبون يدفع بالكارت بتاعه والعمليه ماشيه، ايه المشكله؟ تمام، واجيب عدد متدربين، يبقى انا عندي ابلكيشن بعدد متدربين معينين وشغال،
كلية الزراعة، قلت المثال بتاعها هو أسهل مثال على كلية الزراعة اللي أنا شغال عليه. الجامعة المكتبة لو هي مثلا الكتاب الجامعي مثلا هيتباع للطالب، أوكي هتحصل مصروفات، أوكي هتحصل نظير إقامة مدينة جامعية، أوكي النادي أو المدينة الرياضية لها اشتراكات، أوكي كله أوكي. لو أنت ممكن تبيع الهواء، ممكن أبيع تدريب رياضي، عندي تدريب في البوكس والتدريب ده ب 200 ريال شهريا، ابيعه بالابلكيشن، ابيعه بالابلكيشن، انت ما اديتوش حاجه. ما اديتوش حاجه، هو اشترك معايا ودفع الفلوس. هي الفكره انك ممكن تبيع فيزيكال، يعني حاجه ممسوكه بالايد، وممكن تبيع حاجه افتراضيه اللي هو تدريب، اللي هو استشاره من الجامعه وهكذا. ده كل ده بيفيدنا في ان احنا ننقل الجامعه لجهه منتجه نظام الابليكيشنز والكلام ده، لان الزباين بتوعنا في المجتمع ما بيحبذوش البراوزر والانترنت، كله ماسك الموبايل. لما يكون لك انت ابليكيشن لوحدتك المنتجه في الجامعه، دي رؤيه افضل من رؤيه انك انت تعتمد على لينك وبراوزر وتقول له خش على اللينك، يدخل بالموبايل يتلاقيها صفحه ويب اللي مصممها قاعد على الكمبيوتر اساسا. شغل الابليكيشن فلسفة عمل مع الزبائن أفضل بكتير جدا من البراوزر. وكل المتاجر العالمية أو المحلية كله بيعتمد في بيعه على الأبليكيشن. فهنا عندي أنا بيانات بجمعها أهو من الزبون وغيرت فيها، ممكن أشوف الانفورميشن بيج دي شكلها عامل إزاي. أدي الاسم، وأدي أنا زودت فيها بقى، أدي الفول نيم، الاسم والفيرست نيم واللاست نيم والإيميل، وأنا زودت الفون، أنا زودت الفون. اقدر اعمل كاستمايز تاني وازود حاجه تانيه وتالته ورابعه وانقص او كلام من ده زي ما انا شغال براحتي يعني. ماشي الكلام؟ جميل جدا جميل. احنا خلصنا الستور بروبرتيز، يعني ده شيء جميل اللي هي جايه لك منين، اللي هي الخضر دي سوينا صغر شويه، اللي هي منين الستور بروبرتيز، تعالى برضه نقف عليه اهو. الخضره دي الستور بروبرتيز، خليت بالريال وخليتها تبقى عمود واحد او عمودين زي ما انا عايز، او ثلاث عمدان انا حر. وفي الشيك اوت اخدت منه بيانات اضافيه اللي هي الفون، يعني بعدل في الستور بتاعي زي ما انا عايز. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. الابلكيشن بقى انا اكتب اسمه فوق اهو، يعني هنا ايه وحدات الوحدات المنتجه بالجامعه مثلا، او المدينه الرياضيه، او عماده دورات عماده التعلم الالكتروني. ابلكيشن بقى مخصوص تبع كليه، او انا ممكن اخليه مثلا المدينه الرياضيه بجامعه القصيم، وبيع تدريبات وبيع اشتراكات وبيع وبيع وبيع، اشتراك شهري في المسبح، اشتراك شهري في الجيم. احنا نفكر، احنا بنعمل لشركه عبد الرحمن انت بتبيع زجاجه حليب، طب لا انت عامل اسقاط على الكل. يعني احنا ناخد نعمم الموضوع. فانا هنا مثلا الوحده المنتجه بكليه الزراعه، مثلا الوحده المنتجه بكليه الزراعه، لان حاطط زجاجه حليب بشكل المدينه الرياضيه بقى. الوحدة المنتجة كلية الزراعة، يعني أنا ممكن أحط ده في ديسكريبشن هنا، وأحط هنا جامعة القصيم، مع إن أنا خلاص جامعة القصيم ووحدة منتجة وأنا ببيع للزباين والدنيا شغالة وعندي لوجو، واللوجو ده مش عاجبني اعمل له ريموف واعمل ممكن احط ايقونه، ممكن اجيب ماي ايمج، كان عندي لوجو الجامعه اهو بس ده يوز ايمج بتاعي يعني. فانا هيجيب لي الايمج الجامعه فوق، ممكن استخدم ايكون يعني، مش لازم قوي يعني ان انا استخدم لوجوهات الجامعه. فانا ممكن اخلي حاجه لها علاقه بالدفع او الفلوس او ممكن اكتب له كلمه باي مثلا، يعني في او ماني او اي حاجه، هي السله يبقى رمز السله بس، يعني مش السله، هو رمز اللوجو بتاعه يبقى الجامعه احلى يعني، عشان ده تابع للجامعه والوحده المنتجه بكليه الزراعه او لوجو كليه الزراعه يعني. فانا ظبطت الدنيا هنا، واقدر ده صفحه جديده في برنامج جديد، والبرنامج القديم كمان عنده هنا كمان الصفحه بتاعته والمنتجات بتاعته. ادي الفلوس، ادي البيمنت بروبرتيز ريال سعودي وبوينت، وفي البيمنت ده البيمنت انتجريشن اساسا الاول، وبعد كده في الشيك اوت بيج نفس البيانات المطلوبه، واوكي اوكي
ماشي الكلام. هنا مش هعطيك بقى عشان لسه ما فيش داتا، لازم هنا ندخل هنا في البوكس ونقول له مثلا اي حاجه يعني، ادي واحد ماشي، اد نيو اتنين ماشي انتر، اد نيو ادي ثلاثه انتر. فانا عندي منتجات، فلما بيبقى عندك منتجات وتبدا تتعامل معاها، ادي منتج اتنين ثلاثه، بتشوف بقى الاكونت الاماونت ليميت، هل في ليميت للمينيمم الاسعار عندك، اقل حاجه بالريال واغلى حاجه بتبيعها ب 1000 ريال. انا كده بعمل ليميت للمنتجات بتاعتي مثلا، مثلا لو انت عايز، او نو ليميت هنا يعني مفيش اي مشكله يعني، بس ما نشوف هو يقول لك لا يعني اقل حاجه ريال اوكي. فبيبقى عندك حتى الهدف بتاعك انك تاخد كام ريال من المنتج ده، ان يجي لك اشعارات. انا عندي هنا عندي داتا، وهنا برضو واحد من ثلاثه اي حاجه بتكتبها الديسكريبشن ماشي، الستايل بتاعك والالوان زي ما احنا قلنا، ده الديفولت اراوند رايت سنتر. شوف شكل الزر هنا حتى بيختلف من الديفولت او راوند بيتغير معاك. طيب اوكي. هنا اللي هو مركز معايا في البيمنت انا ما اخترتوش، فمتضايق مني، فانا مش عارف اختار اقول له ايه. ما هو انا اقول له بيبال، هيقول لي دخل لي اكونت، انا اجيب له اكونت منين؟ عملت انتجريشن وعايز مني كونكشن وعايز مني اشتغل بقى وادي له داتا، واكيد اكيد هيقول لي دخل داتا يعني. انا بحاول اعمل كونكت، ما فيش كونكت تمام. فبيحاول يعمل كونكت، بحس كل مره بيحاول يعمل كونكت، فهيفتح لي البيبال ويقول لي اشترك. ما هو لازم ادخل بيبال، وانا ما عنديش بيبال هنا بيزنس يعني، انا معايا حاجه شخصيه، بس هو بيطلب مني الايميل والكانتري ويقول لي يلا. فانا مش هربطه بقى بالبيبال بتاعي، انا عندي بيبال بس بشتغل في حاجات معينه يعني، فهو عايز يربطه هنا. فانت لما تربطه الدنيا هتمشي معاك اروق يعني. طب الابليكيشن هنا بيقول لك انه بقول له احفظ، بيحاول يعمل يعني كونكشن، ما فيش كونكشن ما فيش حاجه. انما هنا في الابليكيشن الاولاني فهو اكيد اكيد في البيمنت ميثود هو عنده حاجه باي ديفولت افتراضيه، انت لو اخترت اي حاجه هيقول لك اشتغل عليها او غيرها يعني، حدد الطريقه. تعال نشوف شكل الابليكيشن ده كده، الصفحة الثانية بتاعته تمام. طبعا بقدر انتقل ما بين الصفحات في بيجز فوق اهي، فانا عندي بيج 1 لسه ما اتعدلتش معايا، فانا عندي البيج 1 هنا المنتجات بس. طبعا زي ما انت شايف هوم بيج، بيج 1 لسه ما اشتغلتش فيها، ما حطيتش فيها الحاجة اللي تظهر لك يعني. اما هنا الصفحة واضحة فيها البيمنت ميثود، وبالتالي شغالة معاك، وحطيت لك السلة والزبون يقدر يشتري دلوقتي ويضيف في السلة تمام. طب ده جميل جميل جميل. نخرج من البريفيو ده ونروح للصفحة التانية، شوف حتى الصفحة التانية اهي ماشي، واعطيك علامة تعجب ان هو مصر انك انت تظبط طريقه يعني. والله انا مش لاقي لها طريقة، ان حاجة سريعة هياخد اكونت ويبدا يدخل ماليات بجد، وانا مش عايز ادخل في السكه دي، كفايه ان احنا شفناها هنا يعني. ماشي الكلام. نرجع كده لاسئلتكم. الدكتور صالح بيعرفني الاس ار، وصلت لها دكتور صالح تمام. احذف بعض الفورمات. طب وضح لي دكتور علي عشان افهم. ممكن بس انا ما محتاج اكونتات تمام ماشي، فمحتاج تجربه طبعا. الدكتور يا دكتوره بلقيس محتاج تجربه، ونطرحه وندي للناس والناس تحاول تدفع يعني. محتاج ايه يا دكتوره؟ محتاج ان انا اعمل انتجريشن مع البيبال بتاعي مثلا، او الجوجل باي او الابل باي بتاعي انا. بعد ما اعمل انتجريشن ادخل اشتري من نفسي، اجرب الفلوس هتوصلني ولا لا، وصلت تمام، ما وصلتش ابدا اعمل تجربه من تاني يعني. ان شاء الله انا في الدوره القادمه هركز في الحته دي اكتر، واعمل تجربه امامكم، واكون مجهز بيبال واكون او جوجل باي او كده، واحاول اخد الفلوس واربطها بحساب البنك، نشوف العمليه هتمشي ازاي يعني.
دي لوحدها، التدريب لوحده، ستور لوحده بياخد وقت. فانما احنا بناخد فاندمنتالز دلوقتي بس يعني. تمام؟ حتى احنا هنا يعني الساعة داخلة على 5، واحنا يعني عندنا بريك بعد تلت ساعة. فبناخد هنا برامج للإدارة بنحاول نعززها، وبنحاول نشوف الستور برضو بيمشي ازاي. ناخد كده خلاص، بعد ما اتكلمت مع اساتذتنا اللي كتبوا لي في الشات، ناخد شرطه كده ونرجع للستور بتاعنا. خلاص انا شايف انه مكتمل يعني، كصفحه مكتمله. اقدر اضيف صفحه جديده بقى، اقدر اضيف صفحه جديده، والصفحه الجديده ديت ممكن اخد فورمه بقى من الفورم بتاعتي، فاكرين اللي هي جمع بيانات يعني، ده حاجه تانية. ممكن مش هاد فورم، هاخد فورم موجود، عشان ما عنديش فورم، ما عنديش. واجي هنا دي الفورمه بتاعتي، باجي هنا بقى زي ما اشتغلنا اديت الفورمه، تقدر تغير فيها او انك انت تشوف البروبرتيز وتبدا تشتغل اسم الفورمه ايه، 1 2 3 مثلا، تشينج فورم، تغير وتجيب فورم ثاني. كان في سؤال سالته امبارح، قال لي يا دكتور لو انا جاب لي الفورمه ممكن اغيرها؟ اه ممكن اعمل تشينج فورم واختار فورم ثانيه من بتوعي، يبقى الفورم المربوطه هنا غير الفورمه دي، ابدل الفورم، اغيرها، احذفها، مفيش اي مشكله. ماشي الكلام؟ خليها لارج زي ما عملنا امس، اخليها كده عشان تبقى صغيره، اديها الستايل اللي انا عايزه، وليكن اي ستايل لوني عندي، اي ستايل زي ما اخذنا امبارح مع جنرال ولوجو معين في الستايل، اي لوجو وليكن اللوجو ده، اي حاجه. تمام؟ فده كله اخدناه امبارح، وبرده نقدر نضيفه على الستور بتاعنا. فانت عندك صفحه ثانيه فيها استطلاعات راي، صفحه ثالثه تقدر تحط فيها كونتنت، تمام، وتشتغل عليه. فزي ما احنا اخدنا في الاداره الفورمه والتيبل والستور، عايزين برده ناخد الكونتنت بقى ونعمل محتوى تعليمي. تعال نشوف شكل التطبيق الصغير ده اللي في ستور. هو البدايه بتاعته ستور، انا كنت ممكن اعمل هوم بيج قبل الستور، ده الستور صفحه. فانت عايز تبدل ما بين الصفحات، عندك صفحة التانية التالتة، فالتانية دي اللي فيها الفورمة، عندك كذا فورمة بقى، استطلاعات الرأي، دي فورمة تملى البيانات في الان اهي، ودي الداتا بتاعتك اهي، دي فورمة تمام زي اللي اخدناها امبارح. وعندك صفحة تالتة فاضية بقى، عندك صفحة تالتة فاضية. ماشي؟ طيب انا عايز اغير الريتم ده، انا عايز يبقى في عندي هنا الصفحة دي ما تبقاش الأولى، فأنا ممكن أخليها الثانية. طب هل أنا أقدر أبدل ما بين الصفحة دي الهوم بيج من الأول، دي الهوم بيج من الأول، لو حطيت فيها المنتجات؟ طيب جميل جدا، ممكن أنقل الصفحة الثالثة دي أخليها تبقى فوق، أرفعها موف أب، موف أب كمان، بقى عندي الهوم بيج صفحة فاضية. طب الصفحة الفاضية دي ممكن أنا أحط فيها إيه؟ ممكن أنا أحط فيها فيديو، احط فيها باراجراف، احط فيها دوكمنت، احط فيها ايمج. ماشي الكلام؟ احط فيها ايمج اهي، ماشي الكلام هنا، وابلود الايمج، والايمج دي تكون اي حاجه يعني، لوجو الجامعه بس مش موجود في الحته دي، ده اهو مثلا، مثلا ان يعني هو موجود فوق بس اهو. يلا وحط فيها ايمج تانية، يلا دراج اند دروب، اخدت بالك من دراج اند دروب؟ كله دراج اند دروب. واقوم حاطط فيها صوره ثانيه اللي هي صوره ناس قاعده مع بعض كده، او كلام اكون انا مصمم تصميمات، ده الهوم بيج. ممكن احط زر بقى، واحط زر، واحط زر ثاني كمان، جايين تحت بعض الازرار كده. فانا بقف على الزر ده وبفتح البروبرتيز بتاعته، انا عايز الزر ده هو يبقى صغير كده، والزر اللي تحته ده يبقى زيه صغير، يبقوا جنب بعض كده. فانا عندي زرين هم مش مربوطين بحاجه، فانا بقول له الزر الاولاني ده ممكن اربطه بالايميل، بالفون، باوبن فورم، نيفيجيشن تو بيج، فانا خليه نيفيجيشن تو بيج، وهوديه البيج المتجر اللي هي اسمها هوم بيج دي، اللي انا هغير اسمها اخليها المتجر الستور مثلا، مثلا مثلا، وهخلي هخلي ديت تبقى الداتا، بجمع داتا هنا. فانا عندي الزر ده بيوديك للستور، فلما اشوف انه بيوديني فين بلاقيه بيوديك للستور فعلا، مفيش اي مشكله. الزر التاني ما بيودينيش لحاجه، واقف بيقول لي الزر ده مش مربوط، فانا اقدر اربط الزر التاني دوت بنافيجيشن تو بيج،
اللي هي دي واقول له ودوني للفورمه الداتا يعني. فانا بودي ده اكتب عليه كده المتجر، سوري اكتب بقى بالعربي المتجر لان ده حاجه ظاهره، وده النماذج النماذج مثلا. ولما تيجي تشغل ابلكيشن زي دوت بيفتح لك صفحه مبدئيه على الموبايل او التابلت بالشكل ده، حاطط اعلانات انت وبيقول لك عايز تروح للنماذج ولا المتجر، بقول له المتجر فبيوديك المتجر. فممكن احط زر اسفل المتجر هنا تمام. لو انا عايز اشتري بقى حاجه اقول له انا هشتري دي الزجاجه دي خلاص اشتري منها ثلاثه، شوف السله فوق عامله ازاي، روح للسله هتلاقي بيقول لك 3 زجاجات حليب ب 6 ريال ده الاوردر تمام. واقول له كونتينيو، ما هو ده ابلكيشن فهيطلب مني بقى كده ادفع ادي الداتا بتاعتي المبدئيه، وادي التليفون وسبميت وادي الكونتاكت. فانا هنا اكيد رابط بيربط مني الداتا بقى بالفيزا. فهنا الشغل كده، ادي الهوم بيج ادي الستور ادي الداتا. وانت في الهوم بيج تقدر تتنقل تروح لاي حته او اي مكان تاني يعني، ممكن تروح فين، تروح للنماذج وتمشي معاك العمليه كده تمام. خد بالك هو بقى بالستور عشان هو اساسه الستور، فدايما تحت يقول لك خد بالك انت شاري حاجه ب 6 ريال، فبيفكرك في كل الصفحات. طب انا ممكن اشيلها؟ اه ممكن تشيلها طبعا، ولكن هي الفكره ان موجود عندك يعني داتا بيقول لك انك ده متجر وانت شاري حاجه ب 6 ريال وكده، ولسه مش رابط كمان، انت لما تربط بالبي بال هيبان لك الامور اكتر. فاقدر اشتغل على الكونتنت والمحتوى بالشكل اللي انتوا عاملينه، غيرت الهوم بيج وحطيت صفحه للمنتجات وصفحه للفورم. فبقى انا ممكن بدات الابلكيشن بتاعي بايه؟ بدات الابلكيشن بتاعي هنا بالمتجر لان المتجر مهم. فلما جيت اشتغل وقلت له انا عايز اعمل ابلكيشن، فقال لي انت عايز تعمل ايه يا عبد الرحمن؟ قلت له انا عايز اعمل كرييت ابلكيشن، وبديت من المتجر، بديت من ايه؟ البيلد ستور، لان البيلد ستور هيساعدني اكتر تمام. لما يجيب لك البيلد ستور انك تحط فيه فورمه وهي لونها ابيض بقى تقدر تلون، وجاب لك متجر البروبرتيز بتاعه متظبط. طب جميل جدا، انا هقول ان انا مش عايز ده النيو ابلكيشن ده، يعني هرجع انا بقى للصفحه الرئيسيه جو تو للابلكيشن، هقفل ده، هقفل هلغي ده، اقف عليه كده ولا ما الغوهوش؟ انا عايز اعرف هل ليا ليميت ولا لا؟ يعني هقعد اقول له كرييت بقى انا حر لحد ما يقول لي مش هتعرف تكاري تمام. ممكن استخدم تمبليت هنا حلو، واستخدم هل في ستور معين او متجر. فممكن على فكره في بوكينج ابلكيشن يعني، ممكن تستخدم لحجز الدورات التدريبيه او للمدينه الجامعيه او لمطعم الجامعه لو في مناسبه او مؤتمر. مطعم الجامعه ممكن يكون عامل له ابلكيشن، الكليه تدخل تحجز المطعم، تحجز المكتبه، تحجز قاعه، حجز قاعات الجامعه، ودي بتدخل ربح كبير للجامعه. ان تيجي جهات خارجيه تعمل مؤتمرات داخل الجامعه وتستغل القاعات وتدفع فلوس، كل ده دي وحدات منتجه بتدر ربح كبير على الجامعه لو تم ادارتها بشكل جيد من فريق عمل متخصص من مختلف التخصصات يعني كل دي بوكينج ابلكيشن بوكينج. وطبعا الجامعه فيها حاجات كتير جدا تتاجر وتدخل فلوس جدا للجامعه. في عندي هنا متاجر ممكن ده، في صالون حلاقه وفي مش عارف اونلاين ستور تمام، جميل جدا الاونلاين اهو. في هنا ممكن كمان متجر زي امازون، انت كده بتبيع ملابس، بتبيع شوز، بتبيع ساعات، بتبيع تاخد بقى انت اي متجر جاهز من دول متصمم. في بوك يا ترى؟ في بوك، في متجر للكتب، في واحد اهو شوف التوتيرينج ابلكيشن ده بيبيع ايه ده بقى؟ ده بيبيع كورسات، بيبيع الهوا يعني، ممكن على حسب ما انا فهمت ده بيبيع تدريب، بيبيع تعليم اونلاين سينما. انت شغال هنا بالموضوع ده من الاول يعني. ماشي، يبقى هنا في عندك المتاجر اهي، مش عارف بقى المتجر كامل ولا لا، يبان لو انا اخترت يعني. يعني ممكن اداره النقل في الجامعه تكون ممكن تعمل لها كده، ان تحجز عندها العربيات بدل ما تقعد تعمل مكالمه ومعامله
برضو الابليكيشن مفيد في الحاجات زي كده. ممكن تربط الموضوع ده بالجامعه، دخول موحد والابليكيشن معانا برضو. تمام. فيعني يعني الحيوانات الاليفه ده، طب تعال نشوف الستور بتاع الحيوانات الاليفه ده ويوستن بليت، هيبقى ده شكله بيقول لك جميل. فانا بيقول لي ويت، شكله تقيل شويه، في شويه صور وفيديوهات ولا حاجه. فادي الستور بتاعنا، دي المنتجات، انا عايز اتفرج على شكله. يعني هو كبير، ده هو كبير كبير، وفي حاجات بتتباع وموال يعني، بس هو مش مربوط برضه. علامه التعجب دي معناها ايه؟ ان مفيش انتج، هو في انتجريشن بحاجه عشان يشتغل بس مش كونفيرمد. انا ماليش اكونت اساسا على ده، انا ما اعرفش ده ايه اساسا، والله العظيم ولا اعرف حاجه. يعني هو عامل انتجريشن على موقع زي ده، دفع الكتروني، مش هو لا موقع اكيد يعني، موقع انا ممكن اعمل عليه اكونت اهو، واكتب الكارت بتاعي ولا حاجه، ولا يعني شوف هنا الاكونت دوت البرايس بتاعه ايه، هو هيقول لك الوضع عامل ازاي، بياخد عموله ولا حاجه مش عارف. انت بقى اقرا، بقى انت اقرا الحاجات دي. التسعير للشركات بياخد 30 سنت زائد 2.9%، ده بيسرقوني عملي يعني. لو انا بايع ب 10 ريال هياخد تقريبا 3 ريال، ايه ده يعني؟ هو غالي غالي، بيبقى احسن يعني، هو غالي، انا شايف انه غالي. في خصومات بقى، في خصومات ومش عارف ايه، تتصل بيهم يعني. بس المبلغ، النسبة اللي هو بياخدها لكل عملية، لو 100 ريال يعني هياخد 30 ريال، كتير ولا ايه؟ لا، ولا انا فاهم غلط؟ هياخد 3 ريال بس، ال100 ريال هياخد 3 ريال، ال100 ريال هياخد 3 ريال، 100 ريال ياخد 3 ريال. مش عارف بقى، مش عارف انا ببيع ايه، على حسب اللي انا ببيعه والله. في يعني حاجات كتير قدامنا. طيب جميل جميل، احنا شغالين في كذا ابلكيشن فاتحينه، تعالوا نقفل الدنيا ديت. وده الابلكيشن اللي احنا كنا عملناه في الاخر، وده الستوري الجديد اللي انا عايز اتفرج عليه شكله عامل ازاي، واعدل فيه اخليه للجامعه يبقى شكله جميل. ده الحيوانات الاليفه ده ممكن تبقى ايه، متجر معين. تعال نشوف كده شكله عامل ازاي. جميل، في كام صفحه ده؟ هو ما فيش يعني، يعتبر صفحه طوليه ماشي يعني. انا هنا صفحه بمشي فيها، عامل نظام اللينكات مش المنيو، يلغيها من المنيو. فهنا تروح للمنتجات، القطط ولا السمك ولا الطيور ولا الدوج، هقول له وريني السمك، فبيوديك منطقة الأسماك، ده متجر السمك. يعني معنى الكلام، معنى الكلام إن الجامعة ممكن تعمل متجر موحد، ويبقى فيه متجر خاص بالكتب، متجر خاص بالمدينة الرياضية، متجر خاص بالدورات التدريبية، متجر خاص بال مثلا أي حاجة بيدفع عليها رسوم غير الدراسة العادية، أي حاجة، القاعات، المدينة الرياضية، المطعم، أي حاجة، تشوف أنت هتعمل إيه، هتأجر إيه، هتبيع إيه، أي حاجة، استشارة، إحصاء، أي حاجة. في تبقى شاشة موحدة وتنتقل من خلالها وتصمم وتظبط. المهم في الموضوع دوت حاجة واحدة، إن يكون عندك وسيلة دفع واحدة آمنة موثقة كونفيرمد يعني. تمام. فهنا في وسيلة واحدة هيت، وأنا ما أنتوا محتاجة طبعا دي إدارة مالية بقى، تدخل تعمل أكونتات وقرار مجلس جامعة وموال كبير يعني. تمام. طيب نشوف أسئلتكم. إضافة موقع إيه يا دكتورة؟ ما أنا بس عايز السؤال كامل عشان أعرف أرد مرة واحدة. لو إضافة موقع الجامعة، عادي، أوكي، مفيش من هو حساب ربط ما بينهم، أوكي يعني، لو ده القصد. تمام يا دكتورة فاطمة، وإحنا بنتناقش في كده يعني. دكتورة عادي كتب رقم 3، قصده إيه باللي قبل كده مثلا؟ كان من الأول أحذف بعض الفورمات، ما سألته فكتب لي 3،
ما فهمتش الاولى ومش فاهم التانية. بس يا جماعه بس حاولوا تكتبوا لي ايه الموضوع كامل عشان لما ارجع لكم ابقى فاهم. موقع المتجر نحطه في التطبيق، ما هو المتجر هو التطبيق. النسبه 3%، ما تمام يا دكتور تمام، اللي هو 2.9 من 10 افتكرت تمام. هو دكتور الموقع هو الابليكيشن، التطبيق، التطبيق بتاعنا هو عباره عن متجر تمام، ما عنديش موقع، انا عندي تطبيق حتى الان ما صممتش موقع. بس خدي بالك بقى الميزه في الابليكيشن ده انه ممكن يعتبر موقع، يعني تعالي خدي بالك من بابليش، معلش يعني وادي اللينك اهو، ما انت جوه جوه ده، فانا بقول له افتح في نيو تاب اهو، فهو ده موقعك، وتضيفيه على الديسك توب، هو ده الموقع بتاعك. بس انت ايه اخده صفحه جوه الجيت فورم تمام، وده مش هيبقى لائق للجامعه، مش هيبقى كويس للجامعه ماشي. وادي الصفحات بتاعتك فوق اهي اباوت، وادي مثلا المنتجات، وادي لينك هنا هات المنتجات. شوف صفحه جوه الابلكيشن بتاعي، شوف اخد اي دي، فدي صفحه ممكن يشتروا اونلاين، يشتروا اونلاين بس هيبان ان بيشتروا منين، من جيت فورد. انا عايز اتعاقد اتكلم معاهم اقول له انا عايز المتجر ده، هاخده هاخد متجري اللي هو بادئ منين، بادئ من هنا الاي دي ده، انا عايز كل ما هو جوه ده يبقى جوه جامعه القصيم. انا بقى اتفاهم معاهم تمام، ادفع مبلغ زياده، اخد التصميم بعد ما اشتغلوا يعني طبعا، ولا انا عايز ده اعمل له هجره من هنا احطه هنا، اي حاجه بالفلوس بتمشي يعني تمام. ويبقى ادي الواد السله بتاعتي اهيت، المنتجات بتاعتي، وستارت شوبينج، واضيف اللي انا عايزه. يبقى انا عندي لينكات وعندي ابلكيشن تمام يا دكتوره. ناخد بس كده ايه مسافه لان ما عدنيش غير ربع ساعه، وعايز ابتدي في حاجه تانية، نقفل المتاجر دي كلها وتعالى نفتح هنا الموقع الرئيسي. انا عندي كذا ابلكيشن عملتهم، هل هو اثر عليا الان؟ هو بيقول لي خد بالك انت عندك 5 فورمات بس انت عامل دبليكيت في 8 اوف 5، يعني انا معدي، يعني في حاجه غريبه عنده. طب هو ليه عامل دبليكيت؟ لانه هو هنا انا عملت ابلكيشن تاني واخدتهم، فاهم قصدي؟ فانا وانا عندي اخرهم 5 بس مستخدمهم نفسهم نفسهم، ماشي الكلام. وفي هنا اداني حاجات زياده، سوري لا في غلطه هنا، البيت انفورميشن، ودي دول مش بتوعي دول، انا عندي 5 1 2 3 4 5، الثلاثه التانيين دول بتوع الابلكيشن بتاع الحيوانات الاليفه، فهو عملهم لي بس على اعتبار ان انا فتره تجريبيه وبيراضيني، ما فيش كلام من ده، هم 5 فانت بتقول انت مستخدم 8، ماشي 8 بس انت كده مش هيشتغل معاك الدنيا، يعني في حاجه مش هتبقى مظبوطه. انت عمرك تخيلت انت معاك 2 من 1؟ هو انت كل الكميه 1، ازاي بقى معاك 2؟ هي كل الكميه 5، انت مستخدم 8، اوكي الاغراض التجريبيه اوكي ماشي الكلام. يا دكتوره بلقيس، انت لو اشتركتي ما في البرايسنج، في البرايسنج ها، لو انت اشتركتي ما بيبقاش في لوجو اهو، اللوجو معانا في الفري بس، وبيقول لك نو براند، نو براند لو دفعتي اي حاجه، اي حاجه يبقى نو براند ماشي، نو براند في اي باقه بيبقى نو براند. انا بفكر حتى انا كعبد الرحمن اشتري الباقه دي، احسن اعمل لها دراسه كده واشوف هحتاجها ولا لا واشتريها. يعني هنا خد بالك في نظام انتربرايز انليمتد، يعني انليمتد انليمتد، ده تشتري الجامعه ده هوا، ده الجامعه تاخده كل حاجه انليمتد، تخيل الفورم انليمتد، بس طبعا كتير قوي برضو، ده شركه برمجيات هي اللي تاخده، اللي هي بتنتج. لو في عندي واحده منتجه في كليه الحاسبات بتنتج تطبيقات الموبايل للمؤسسات التانيه، تاخد خلاص، ناخد انليمتد في الجامعه لان احنا نبيع ونشتري والجامعه تكسب وفلوس زياده بقى من الكل. لا يعني الجامعه مش هتحتاج الانليمتد كل حاجه كده، يعني مليون مليون فيو، ما الجامعه هيجي لها مليون فيو، انا ما اعرفش هيجي لها 1000 مشتري شهريا. لا اللي هي كم مشتري؟ 1000 مشتري شهريا، لا مش عارفه،
ولكن الانليمتد جميل يعني، انا اتصل بيهم ممكن يدوا لي ب 100 دولار في الشهر، فبس الجامعه استفادت استفاده كليه، وخاصه ان احنا عندنا ديسكاونت التعليم. يعني لو قال لي الانليمتد ده ب 200 واخدته ب 100 زي الجولد، طب 100 100 يعني. طيب جميل جميل. بيسمح طبعا احنا نستخدم 5 عشان احنا فري، نستخدم 5 احنا يعني اللي هم بتوعنا. طيب جميل، تعالى نرجع قلت للموقع الاصلي بتاعنا اهو، احنا رجعنا له، وهنروح للابلكيشن. الابلكيشن ما عندوش مشكلة فيها، تعالى ننشئ ابلكيشن جديد، والابلكيشن بتاعنا ده بيكون من الصفر. في العشر دقائق دول اللي قبل صلاة المغرب هنتعمق اكتر ونقول ازاي نقدر ننشئ ابلكيشن من الصفر. يعني خلاص انا عرفت الستور وعرفت التمبليت وعرفت كمان انس اخد نسخه من ابلكيشن عندي سواء بالفورمه بتاعته او من غيرها. يعني اخدنا مهارات كتيره جدا، اخدنا من تمبليت وضيعنا عليه امبارح، وضيعنا الوقت اللي فات ده كله في الستور، ونسخه من تطبيقات موجوده عندي سواء عملت فورم جديده وهيقول لك لا، او استخدمت الفورم الموجوده، يبقى كانه بابين او منفذين لفورمه واحده. تمام، فانا دلوقتي حاجه جديده خالص ان انا بستخدم من الصفر، ما عنديش حاجه. طب انت ما عندكش حاجه، تقدر ما فيش اي حاجه اطلاقا، تقدر تشتغل في الصفحه دي. دي صفحه عندك دي كبدايه، وبيقول لك انت دي اول حاجه عندك في الابليكيشن، عندك اللوجو وعندك الاسم وعندك كده. تعال نعمل برنامج من الصفر مثلا لعمالة التعلم الالكتروني مثلا، تدريبي، تدريب في تدريب وفي بيمنت وفي حاجات كتيره يعني. تعال نقول ان انا عايز اعمل هنا ابلكيشن لعمادة التعلم الالكتروني بجامعة القصيم. ادي عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد مثلا، واجي هنا بكتب تحت هنا مثلا انا هنا هركز ان ببيع تدريب حقائب. تمام، فبقول مثلا اداره التدريب، ماشي الكلام. هنا بقى في اللوجو عندي هنا بستخدم اللوجو اللي موجود عندي ماي ايمج، اللي هو لوجو الجامعه بتاعي، بتاع الجامعه، بتاع عماده التعلم الالكتروني برضه. فانا بقى عندي لوجو وعنوان وديسكريبشن. ايه تاني بقدر احدده في الجنرال؟ هنا مفيش، دي كل الداتا اللي هو طالبها مني، اللوجو دي كل الداتا اللي هو طالبها مني، مش عايز ايكون الان. هي دي اللوجو بتاعي. الستايل، الالوان مناسبه حتى الان، ما عنديش اي مشكله في الالوان، والموضوع سنتر اوكي تمام التمام. طيب هنبدا نضيف اليمنت، وعايز في البدايه ارحب بالناس. ارحب بالناس ممكن احط لهم باراجراف، تمام، الباراجراف دوت كتابه، فتقدر تاديت التكست، وعندك هنا اديتور وفي صور انسرت ايمج. تخيل يعني انا ممكن اجي هنا من على اليمين الاينمنت رايت تو ليفت، واقول له مثلا مرحبا بك، انا بكلم واحد بقى، مرحبا بك عزيزي الزائر في تطبيق إدارة التدريب اللي هو تبع إيه بقى؟ التابع لعمادة التعلم الإلكتروني، تمام؟ لعمادة التعلم، وتقول بقى بلا بلا، تقول أي حاجة بقى فيه، وتقوم حاطط له صورة مثلا، ما أنت بقى إنسيت، وتقدر تحط روابط، تشوف ماي إيمج، تحط له أي صورة، هنا كده إنسيت الصورة اللي زي دي كده وتصغرها له، إيديتور زي بتاع البلاك بورد، يعني شفت الجمال؟ أنا عندي إيديتور. كمان هنا ممكن اقول له ايه عملت تعلم الكتروني، اخليها له بولد كده، وفي حاجات تخليها له الزائر دي، تقول له لونها يعني ما مش هنعمل كده قوي، بس اهو لونه احمر، ودي كده شغال في الاديتور، عاد اديتور ماشي. وكمان حتى الامبيد كود اهو، لو انا جايب حاجه من كانفا ولا جايب حاجه من اي موقع تاني، امبيد كود تقدر تستخدمها في الاديتور ده، جميل قوي، جميل جميل اللي بيحصل ده، جميل. فممكن احط له برضو باراجراف تاني تحت الباراجراف الاولاني، وافتح مثلا موقع زي الكانفا ستوديو، تمام، واللي انا عندي فيه اكونت وعندي فيه بانرات وعندي فيه شغل،
واقوم اخد امبيد كود منه لحاجه تخصني في اي مشروع من مشاريعي. انا مثلا حاطط السي في بتاعي، حاطط مش عارف ايه، كان في مثلا بانر لمؤتمر ده مثلا ايفنت عندي جامد، مثلا كان عندي مؤتمر مثلا جامعة القاسم، مؤتمر علمي مش عارف ايه، وفي ناس وفي مش عارف ايه، بانر كده اي كلام يعني. فانا بعمل شير لدوت وباخده ايه، باخده نشوف بس هنقدر ناخده ازاي مور في الانبوت كود كده. فانا اخدت كده يور ديزاين، ماشي ماشي، ادي هنا كوبي، خلاص انا عندي انبوت كود لي، ممكن اخد ده كوبي كده كوبيد، واروح للموقع بتاعي بقى. انا عندي هنا ادي ده الاديتور، بفتح هنا السورس كود، بشوف هيشغل الانبوت كود ولا لا، مفيش كود، بحط انا كود واقول له اوكي، مش عارف بقى الكود ده هيجيب لي الاعلان بتاعي. ونشوف الجمال بقى، الربط من دوره الانفوجرافيك ودوره الاندرويد فين هو هيجي لك كده المفروض يعني، ريد اند وايت فين يا عم نطول، مع انه كان موجود من شويه، بس هو هنا في هنا عندي حاجه، شايفين الامبيد هنا في فيديو، تمام يعني، ممكن يعني بيقول لي يوتيوب نيو يوتيوب انترو، في انترو هنا، في انترو لانها موجوده في الديزاين وشغاله، تمام اهي 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 شغاله اهي، وفيديو اهو اخد بالك موجوده في الديزاين، ما فيش اي حاجه، والكتابه اللي فوق تحت ديت انا همسحها اهو. المفترض الديزاين شغال معايا هنا، فلما اعمل بريفيو يشتغل. فهو ده اللي انا بقوله يعني، لو اجرب كده بابلش واخد اللينك كوبي لينك اوبن نيو، هل هيشغل لي الانترو ولا هيعاكسني برضه؟ هنا في انترو، لا مش عايز ده، احط هنا في انترو المفروض. على العموم يعني هو ما قاليش ايرور ولا قال لي مشاكل، وعامل لها مكانها وحاجزها. هو رابط هنا، ممكن لو كان رابط، لو كانت صورة مثلا هل كان قبلها مثلا يعني، هل لو كانت بصورة، بس الربط موجود. اللي انا عايز اقول ان في امبيد كود هنا، انك ممكن تاخد اكواد جاهزة في الشغل بتاعك في البيلد زي ما انت شايف هنا اهو في الابلكيشن، ومستخدم الامبيد كود هنا والعملية شغالة، تمام. ده انترودكشن ليا، بفتح صفحة تانية يعني، دي هنا صفحة البداية، صفحة الهوم، الهوم بيج، تمام. تيجي بعد كده اول صفحه عندك بقى، اول صفحه عندك ممكن تكون المتجر، تمام، متجر انت عايز كده، متجر التدريبات عايز تبيع، او انك انت بتقول له ايه، يعني ممكن تحط تدريبات معينه كنموذج، نموذج تدريب مثلا، وتحط صفحه ثالثه تمام، يبقى المتجر التدريبات، متجر التدريبات والاستشارات، تمام. ممكن ده انا عندي هنا ده اداره التدريب كلها، فهيبقى عندي صفحه كمان الاشتراك ده، غير البيانات، بيانات الوحده. فانت هنا بتيجي تحط فورمه بقى فيها المتدربين والمدربين يملوا بياناتهم، تمام. ممكن يبقى كارير الالتحاق، الالتحاق بالعماده، ممكن تبقى زي كارير اللي موجوده، ان واحد شايف نفسه مدرب ممكن يدخل نفسه يملى الفورمه واحنا نتواصل معاه، تمام. ده دي مكان الحاق. فانا عندي عدد من الصفحات اللي بنشئها عشان اشتغل، يبقى عندي الالتحاق بالعماده دي فورمه، عندي متجر التدريبات اوكي هنبيع ونشتري دلوقتي يعني، هاخد هنا دراج اند دروب ايه، هاخد الاداه دي، ده متجر ماشي الكلام، ادي المتجر بتاعه اهو 100 100 مفيش اي مشكله، البدايه بتاعته تمام، ده نموذج تدريب لسه، دي الانترودكشن اوكي. هنا الفورمه الالتحاق بالعماده، تعال نحط له فورمه كبدايه عشان اسيبكم لصلاه المغرب، ويقول لي الفورمه انت هتستخدم فورمه من اللي عندك، اقول له مثلا student الحضور، لا student information collection teacher information form. فانا عندي التحق بالعماده، الاساتذه تملى بياناتها عشان انا اعرف هو مين، ماشي. واشوف بقى انا اعمل edit form بقى، انا اعدل الداتا المطلوبه، اقول له ارفق السي في ولا هو موجود هنا، بيقول لك ارفع فوتو،
لا انا ممكن اعدل انا على الموضوع ده، اعدل كمان، هو ده فورم بيلدر، او ازود اليمنت هنا واخليه يضيف لي اي حاجه من دول، ارفق فايل، ارفق سي في، ارفق، اكتب سنين الخبره، اكتب عن نفسك، اكتب اللوكيشن، ازود له اي حاجه. انا طبعا بشكركم مبدئيا في الفتره اللي احنا قعدناها قبل صلاه المغرب، ونظرا للاذان في المساجد حوالينا يعني بدأ وهو هيبدأ يوصل للمساجد اللي جنبنا، فأنا بديكم البريك بتاعكم نص ساعة عشان اللي هينزل يصلي أو هيصلي في البيت أو كده، 55 دقيقة بالظبط بإذن الله بنبتدي وبنكمل في الجزئية بتاعتنا بتاعت التطبيقات اللي احنا فاتحينها مع بعض ديت، نكمل نشوف المتجر وإدارة التدريب والمحتوى والكونتنت، بنعملهم بلانك من فورمة فاضية يعني، مفيش قبلهم حاجة خالص يعني، فنشوف الكلام ده هيمشي ازاي معانا ونشوف الموضوع هيمشي ازاي. بشكركم شكرا جزيلا، وفي انتظاركم بعد صلاة المغرب، شكرا، نصف ساعة بالظبط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. هو في حوالي 30 زميل، 30 واحد لسه ما رجعوش يعني، بس إحنا يعني هم هيرجعوا يعني، هيروحوا فين؟ تعالوا مع بعض كده نعمل شير للشاشة مع بعض تاني. عايز اتاكد بس من حضراتكم ان السكرين والصوت تمام يعني، بحيث ان احنا ايه تمام. طيب جميل، نبتدي كده والزملاء هيدخلوا هم اوتوماتيك. انا عندي في ناس بتجوين اهي. تعالوا بينا نكمل. فاحنا في الموقع كنا بنشتغل في تطبيق من الصفر، اللي هو اخر تطبيق احنا عملناه. طبعا بننتقل لفين؟ للماي ابلكيشن. وكان التطبيق دوت خاص بالعمادة على ما أعتقد، هو دوت الأخير رقم 6 ده، فبنعمل عليه إيديت، فموجود فيه كذا صفحة. صفحة ترحيبية اللي كنا ربطناها هنا بالكود بتاعها، السورس كود كان تبع الموقع يعني. انا ممكن حتى اجيب من اليوتيوب يعني، لو انا بس مش للدرجه دي هو يقعد يعاكسني يعني. ممكن انا اشوف قناه اتقان مثلا، قناه اتقان، قناه اتقان جامعه القصيم يعني. ممكن اخد اي فيديو انا مجهزه، وليكن توظيف ادوات ومنصات مثل يعني، بشوف هل الفيديو ده ينفع يبقى ترحيبي. اخد الفيديو ده مثلا هنا اوتوماتيك. هنا في برضه بتبدأ في البداية، هو بيكون اللي هو الامبيد كود دوت، بسلكته كوبي. نفس الكلام هنا كنترول ايه بيست، فده بيجيب لك فيديو من الفين، من اليوتيوب هنا اهو. فده هل يا ترى في البريفيو هيختلف عن الموقع اللي احنا جبنا منه البريزنتيشن؟ المفروض اليوتيوب ما يقولش نص كلمة يعني. فالمفترض في الجزء اللي في التحتاني ده يعرض لي فيديو اليوتيوب. قد يكون الكلام الامبيد كود والكلام ده بيتعرض ممكن في النسخة النهائية او غيره، ولكن هنا كأداة هي شغالة معايا، ما قالتش اي مشكلة. هنا كان في سوري ده ايه بقى الباراجراف يعني، هو ما بيحمل كده بياخد وقت، ولكن هو بيجيب لي الفيديو اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام يعني، هو لو عكسنا ما نستخدموش، نستخدم اسلوب الصور، نستخدم انسرت الاليمنت تاني في الشاشه الترحيبيه. طيب تعالى هنا في الـ في الـ النموذج لتدريب معين عايزين نحط كونتنت. طبعا الكونتنت ممكن يبقى عباره عن ايه؟ يبقى ممكن يبقى فيه عنوان هيد، تمام، ممكن يبقى في باراجراف تحت الهيد ده، بيبقى في باراجراف تقريبا، ده باراجراف وده باراجراف يعني، في باراجرافين الان. فانا هعمل ديليت لده على اعتبار ان انا هنا في هيدنج وفي باراجراف تحتيه. ممكن احط لينكات، هنشوف كل الكلام ده مع بعض. ممكن احط دوكمنت او وثيقه، هاتها وراها نفس الصفحة يعني، مفيش مشكلة. ممكن تبقى في صفحات متعددة يعني، ايه المشكلة؟ ممكن احط ايمج، تمام، ممكن بعد الايمج يعني، انا عندي الدوكومنت والايمج ده، لا ده ازرار وكلام من ده. في ايمج جالري كمان، تعالوا نجربه عشان الناس تبقى عارفة كل حاجة. في هنا ايمج سلايدر، جميل، هنجربه. طبعا الكلام ده ممكن يبقى في صفحات متعدده، في فيديو، ادراج اداه الفيديو برضو في تحت الكلام ده، في ماب. طبعا الكلام ده مش هحتاج استخدمه.
عايز اشوف التيست ده ايه نظامه يعني، تعالوا الاول والتيبلز والريبورت. لا هو بس اخر حاجه التيست ده احطه في الاخر كده، شوفوا هنا تعالى كده، انا حطيت في صفحه واحده، تعالوا نشوف شكلها كده، هي شكلها عجيب يعني، هي لسه ما ربطتهاش بادواتها يعني. فهو لو انا رحت للصفحه الخاصه بنموذج التدريب هجد ان في هيد وفي باراجراف وفي حاجات في النص كتير ما اتربطتش لسه، سلايدر وصور. جميل، ماشي ماشي، ناخدهم واحده واحده. في الصفحه الثانيه الهيد، يعني انا ممكن اعمل هنا تدريب، تدريب ايه اخده من على اليوتيوب هنا مثلا عشان يبقى مربوط بحاجه. ناخد من المنصه كده نشوف البلاي ليست اللي هو موجود عندنا، قوائم التشغيل. وعندنا هنا مثلا ممكن يبقى فيه تصميم التطبيقات التعليمية المستوى المتقدم والأول. في طبعا احنا عندنا فيديوهات اهي على منصة إتقان، تصميم التطبيقات التعليمية وإنتاجها الهواتف الذكية المستوى الأول، وعندنا المستوى الثاني. لو أنا أخدت نفس الدورة بتاعتنا كده في المستوى الأول هنا، وعندك الفيديو الأولاني ده مثلا اللي هو الفيديو بتاع الترحيب والبداية والكلام ده كله، يعني أنا أقدر أربط الفيديو دوت. تمام، طبعا أنا جوه هنا عندي مكان للفيديو اللي هو ده اللي هو بروبرتيز، اللي هو يو ار ال هنا، فيديو بروبرتيز يو ار ال. طب بقوم جايب الفيديو ده كده، باخد اليو ار ال هو بقوم حاطه هنا، فبيجيب لي الفيديو بتاعي اللي انا مختاره. ماشي الكلام، ممكن اصغر الشاشه اخليها صغيره بس هي كبيره شكلها احسن في حاله الفيديو. شوف الناس، تمام، العدد بيقرب يكمل اهو، بدأنا واحنا حاجة و70، دخلنا على 100 اهو، فكويس. تمام، فأنا عندي فيديو جبته. طب عندي هنا ده سلايدر صور وده فايل، تعالى هنا فايل ابلود دوكيمنت، فأجيب له بي دي اف مثلا وليكن متطلبات الجودة والالتزام ده كملف. ماشي الكلام، فأنا بقول open فايل تبع الجودة، فهو حط لي الفايل جابولي واتحط في مكانه هنا كبي دي اف، فالدوكمنت حطيت لي بي دي اف. طب اللينك ممكن احط قناة اتقان بتاعة العمادة نفسها برضو، او موقع جامعة القصيم. تعال نجرب مثلا موقع جامعة القصيم على سبيل المثال، بنختبر الأدوات بنحط فيها لينكات. طبعا ممكن تحط موقع أي كلية أو أي مكان، ده اليو ار ال الخاص باللينك، وهنا العنوان موقع جامعة القصيم. ماشي الكلام، فأنا بقى عندي هنا تدريب، ده عنوان، وفي ديسكريبشن نموذج لاستخدام ادوات المحتوى في الموقع. انا هنا انا باخد نموذج ان استخدم الهيدنج الباراجراف، هنا باراجراف ممكن تجيب اي باراجراف، يعني ممكن انت تجيب باراجراف من الواتساب للدوره التدريبيه بتاعتنا، يعني اللي قالته استاذ مشاعر مساء الخير الدورة تنعقد في ميعادها، تعالى نستغل الباراجراف ده وناخده نحطه كده على اليمين ونخليه الخط يعني الفونت فاميلي، نختار نوع خط اللي احنا عايزينه او نختار السايز 18، او هنا برضو الفونت فاميلي ممكن نختار اي فونت فاميلي موجود معانا في القائمة، وليكن في فونت فاميلي هنا اي فونت كده. ماشي تمام، ونقدر ناخد نلون زي ما انا قلت لكم في الباراجرافات ونحط صور لسه انا مستخدمها من شويه مع حضراتكم. ماشي الكلام، كل ده الادوات تقدر تستخدمها. الرابعه خلاها بولد كده، يعني الامور ماشيه. ادي في هيدنج وفي باراجراف هنا
تمام. ده الموقع، ده الفايل البي دي اف، ده ايمج صوره لحالها كده، صوره لحالها تبقى معروضه تمام. هنا ده ابلود مجموعه ايمج اللي هي اداه الايه لو نتذكر مع بعض، اللي هي اداه ايمج جالري، لان اللي بعدها في ايمج سلايدر تمام. فانا هنا في ايمج جالري وفي ايمج سلايدر، فباخد الجالري اول بشوف طريقه فلسفه عمله، بيكون جالري صور جنب بعضها، ممكن اقول له هات لي عمودين كده ماشي الكلام، وبختار الايمج الصور اللي انا بختارها، ممكن تبقى مثلا الصوره دي والصوره دي وصوره الازازه ودي صوره برضو تقريبا، ادي 4 صور اهم، باخدهم انا في الجاليري وشكل عرضهم بيكون في الشكل ده. طبعا انا بتحكم في شكل العرض، ممكن صوره صوره بالمنظر اللي انتم شايفينه، ممكن يبقى شكل ايكونز اهو، ممكن يبقى اصغر، ممكن يبقى بأشكال اللي هي ايه صوره كده وصورتين كده، او صوره بالطول وصورتين كده، يعني النظام ده طبعا ده جاليري ماشي الكلام، تبقى تتحكم فيه براحتك وتشتغل، ممكن يبقى صغير كده جاليري صغير ماشي الكلام، والصورة كمان تبقى ممكن تبقى صغيرة والاتنين جنب بعض، الصورة والجاليري تخيلوا الشكل عامل ازاي. بس ده جاليري، ده جاليري، انما دي صورة واحدة. السلايدر برضو انا بختار صور، ممكن اختار صور من الماي ايمج، يعني ممكن اختار دي ودي 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 ودي، بقى ايه بقى عندي انا هنا صورة الصور دي كلها عادي، سلايدر في مجموعة صور بقول له سيلكت الصور دي كلها، فهو بقى سلايدر، يعني تضغط كليك شمال كده بيشغل لك الصور. يعني هنشوف الفرق ما بين الجاليري، تعال نشوف الفرق ما بين الجاليري والسلايدر بيبقى عامل ازاي في الشاشة اللي هي التانية، اللي هي شاشة تجربة الأدوات. يعني دي البداية، عنوان، ترحيب، ده الفايل ممكن تحمله لو واحد ضغط عليه جوه الابليكيشن، هيلودنج فايل البي دي اف ويشتغل كده، وتقدر تطلع عليه وتقدر تعمله داونلود كمان، المتدرب يقدر يعمله داونلود زي ما انت شايف. دي صورة واحدة، ده جاليري الصور، صور معروضة، ده السلايدر تقدر تنتقل في الصور كده بالسلايدر تمام. تحت السلايدر في فيديو ماشي، دي كلها أمور مهمة جدا عندنا، يعني دي كلها أمور مهمة جدا عندنا ومعاها في الاعتبار. نقفل كده ونشوف ايه تاني من الادوات. ده اللي هو التيست، انا مش عارف بصراحة، انا ما استخدمتوش قبل كده، ولكن ده لو كده نبص كده شهادات، يعني ما هو انا مش عارف، بيعرض لك ماشي، ممكن هو زي سلايدر بس مش للصور، يعني ده سلايدر صور بس، ده سلايدر برضو يعني، بس هو بيبقى فيه حاجات كده زي اخبار، زي شريط الاخبار كده شغال، بس هو شغال بيعرض لك كونتنت، لوجو، عنوان، كونتنت. طب ده امكانيه وشغال كده انيميتد مع نفسه، شغال انيميتد من غير ما انا احرك زي السلايدر. طب انا امكانيه ان انا اعدل هنا ده ايمج اللي هي المعروضه دي، ممكن اغيرها اللي هي تحت، ممكن اغيرها، العنوان نفسه يتغير، الكتابه نفسها تتغير، هو كده بس، يعني صوره وكتابه وعنوان. طب ماشي اوكي، والتاني نفس الكلام، والتالت نفس الكلام. طيب ده زي برضو شريط الاخبار، فانت ممكن تخلي السرعه بطيئه عشان الطالب يلحق يقرا يعني، او ازاي، بس هي بقت بطيئه قوي يعني، ف كده متوسطه كده سريعة تمام.
فزي ما انت شايف ممكن برضو حتى نعمل له عملية ان هو يبقى صغير كده. تعال نشوف شكله في تجربة الأدوات. فادي ادي الهيدنج، ادي الباراجراف، ادي الفايل وشفناه، ادي الصور جاليري، وادي الصور سلايدر، ادي الصور سلايدر، ادي اليوتيوب وشغال هنا عادي. السلام عليكم في حاجة ورحمة الله تحت وبركاته، اليوتيوب هل عادي الصوت تبقى واصل تشوفها يعني. لحضراتكم يا جماعة؟ وادي الشريط، الصوت بس انا طبعا والصورة عايز اشوف برضو ايه كلها في تمام؟ امكانيات تانية معمولة. كل دي ادوات تقدر تستخدمها علشان انت تعمل عملية ضبط للابليكيشن بتاعك يعني. تمام، كل الادوات دي تستخدمها. موقع الجامعه ما شفتوش، مش عارف ليه يعني، هو بعد الباراجراف المفروض. ففي كان في موقع يعني هنا في الحته دي، ففي باراجراف هنا في موقع، فمش عارف ليه بعد الباراجراف حته الموقع هنا الكونكشن في مشكله ولا ايه. ماله موقع الجامعة؟ موقع الجامعة زي الف... اه مفيش موقع. انا فاكر ان انا خدته، انا مش عارف. انا اهو كده في موقع، اهو ماشي كده في موقع. تمام كده اشوف بقى تأثير بعد الباراجراف في موقع. تضغط هنا يفتح لك اكسترنال لينك، انما الفايل يفتح لك جوه الابليكيشن. تمام، طب هل في طريقة مثلا ان انا اشغل الموقع جوه اي فريم مثلا معين هنا؟ ما انا هو مش عاطيني امكانية في اي فريم. تمام، ريبورت ايميلات، والله يعني ممكن نجرب في الباراجراف يعني، انك انت تاخد بالكود وتعمل حاجه بالامبيد كود. بس طبعا يعني ما لهاش لازمه قوي يعني ان انا اعرض محتوى من الانترنت جوه على طول الابليكيشن يعني. كل الادوات دي انت اخدتها، الفورم ما اخدتش، الساين دوكمنت هي مرتبطه بعدد ان هي بس تحط توقيع يعني. ممكن انا اجي عند الفورمه في الشاشه الثانيه اللي هي خاصه بصفحه معلومات الاتصال او نموذج النموذج. تمام، النموذج، فانا النموذج ده ممكن انا اعمل فيه ايديت واحط اداه توقيع اهو هنا انه يوقع بعد ما يحط بياناته يوقع. بس خد بالك ان انا عندي مشكله ثانيه، انا عندي هنا مشكله تانية مرتبطه بالتوقيع في الباقه، لازم تراعيها في البرايس هنا، ان انت عشان تعمل عمليه توقيع ليك 10 بس 10 دوكمنت موقعه يعني، ولكن حلو التوقيع لو بتمضي عقد بتعمل حاجه مش كله لازم يوقع. هو كل واحد يجي يشترك لازم يوقع؟ هو يعمل بس انه موافق اوكي شيك ويسجل ويبعت بياناته، انما التوقيع ده ممكن تاخده توقيع الكتروني حقيقي يعني، ممكن تاخده في حاله عقد حاجه مبلغها حلو يعني. ده المكان بتاعه، تعال نشوف شكله هيبقى عامل ازاي. دي الجزء بتاع التوقيع، فبيجي الموقع فيكتب هنا اي حاجة يعني، يوقع زي ما انا وقعت كده. تمام، اي توقيع مثلا. وقعت في المساحة بتاعت التوقيع، مش عاجبني توقيعي، اوقع انجليزي مثلا. مثلا ودي البيانات، ذكر واسمي اي حاجة عبد الرحمن،
اي حاجه بقى، كتب شويه حاجات اهو، فبعمل كونتينيو. الداتا دي بتتسجل بالتوقيع، فبيجي لي ايميل هنا وبيخلص اهو. تمام. بيجي لي ايميل، المفروض ان هنا يجي لي ايميل ان في داتا جديده دخلت، المفترض يعني لحد ما تيجي الداتا دي، يعني انا اعمل ريفريش، المفروض هنا اول حاجه تيجي فوق. لحد ما الداتا دي ما تيجي، تمام، انا هنا اقدر الغي البريفيو خلاص واشوف ال واقفل خلاص، انا عدلت هنا واشوف هنا الفورمه بتاعتي بره منشئ التطبيق خالص. الايميل وصل لسه، اشوف الفورمه تقريبا هي ديت تيتشر انفورميشن فورم تقريبا، ماشي. ممكن نشوف الريبورت، بس انا اطلع ريبورت بناء على ايه؟ هي الحاجه قليله، الداتا قليله يعني، فممكن نشوف التيبلز بتاعتها او الداتا اللي جت لي منها، اتاكد ان عبد الرحمن دخل ووقع بياناته في الداتا اللي هي مؤخرا اللاست ابديتد. المفروض اللاست ابديتد يعني هي دي لاست ابديتد انريد، مفيش، ما هو التيتشر فيو تيبل هيبقى في توقيع بقى. لو انا مليت الداتا فعلا عبد الرحمن هو فعلا في التوقيع، هلاقيه في الاخر الناس حاطه صور ليها، انا وقعت ما حطيتش صوره، النوع ذكر طبعا، انا ضفت النوع ده مش في الفورم، الناس حاطه صورها اهي. طبعا اقدر اداونلود الاول، تمام، وادي توقيع اهو. فالمفروض انا يجي لي ايميل بس مش عارف متاخر ليه، اقول له تمام، قال لي عبد الرحمن عامل داتا وموقع لك، وادي صوره التوقيع بتاعه كمان اهو، تمام، وابعت لك توقيعه موقع موافق والامور تمام. فالامور هنا ده متوقع. لو انت رحت شفت بقى الباقه بتاعتك في التريننج، هتلاقي هنا التوقيع هو 10، المفترض يتغير يعني، هو انت خلاص في واحده موقعه، تمام، في واحده موقعه، فالمفروض هو يعد معايا ويحسب لك، انت مالكش غير 10، 10 توقيع، فهو مش محطوطه هنا، بس هيرجع يفكرك بيها لما يجي حد تاني يوقع، هيوقفها لك يعني. طيب دي جزئيه مهمه، دي جزئيه مهمه، لان ده شيء انت لازم تاخد بالك منه، ان الحاجات دي كلها عامله ازاي. دي الداتا بتاعت عبد الرحمن اهي، اقدر اداونلودها، اقدر ابرنت، يعني اقدر ابرنت الان ويطلع لي عبد الرحمن لوحده وموقع وموافق وكاتب له اللي انا عايزه كله، والعمليه تمام، واطبعها على البرنتر تبقى عندي، تمام، او اطلع بي دي اف يعني، ماشي الكلام. نشوف بس شكل البي دي اف ده عامل ازاي، وعايز نحمل، بس انا عايز اعمل بريفيو بس، تمام. جميل قوي ان التيبل باين فيه الامور دي كلها، وبدل في تيبل هنا يبقى ممكن اطلع ريبورت، تمام، للتيبل ديت، يعني اطلع ريبورت بيردر للتيبل ده عشان في داتا، لان في داتا، داتا في داتا افتراضيه وداتا انا زودتها، فانا ممكن انا اطلع ريبورت ده واسميت تيتشر مثلا، ماشي الكلام. والريبورت ده ممكن اخده بالويزرد، ماشي، واقول له كرييت، واربط الريبورت دوت بايه؟ بالتيتشر انفورميشن فورم، هو يطلع لي داتا هنا يعني. هو يطلع لك شويه داتا، النوع ما فيش غير واحد بس ذكر، ما هو ما فيش حد كتب بياناته يعني، ما هم انا زودت العمود ده بعدين فهم اتظلموا معايا يعني. بعد كده جايب لي البيانات كلها، في هنا دول اجابوا عبد الرحمن في الاول اهوت، وبطلع ريبورت كانه باوربوينت اعرضه على المؤسسه اللي انا فيها، وادي التخصصات مثلا
بتاعتهم في الارت، في الفرنساوي، في وفي ناس ما اختاروش، ودي المواعيد بتاعت تواجدهم. وثانكيو، وطلع البرزنتيشن دوت، اعمل داونلود او اعمل بريفيو كده تشوف شكله عامل ازاي. البرزنتيشن دوت انت ممكن تاخده بعد كده كصور وتقصقص الاعلان بتاع تقصقص الاعلان بتاع الموقع منه يعني، ماشي الكلام؟ فتعمله اكسبورت وتقصقص الاعلان من تحت وتستخدمه بقى، لسه احنا كده نبقى سرقناه يعني. فانت بقى براحتكم، تمام؟ فدي الامور اللي بنتكلم فيها، ان انا اقدر اطلع ريبورت للداتا بتاعتي اللي موجوده جوه الموقع. فعندي داتا. تعالوا نرجع هنا تاني بقى، نرجع هنا تاني نشوف احنا اخدنا ايه في الاجزاء دي كلها. طبعا الايميل بيجي لك باستمرار يقول لك انت بتعمل ايه على الموقع، اي واحد عامل فورمه موقعه او اي حاجه. فهنا اخدنا ازاي نعمل فورم، وخد بالك الفورم ده في حته التوقيع، فخد بالك من موضوع التوقيع، لان التوقيع هنا عامل لك علامه القلم ان هو في مكان توقع فيه، خد بالك. فاعطيك رمز بالاخضر هنا غير اي فورم تاني، ان دي فيها انت عدلت في الفورمه دي وحطيت انه يحط توقيعه، يعني انت عملت اديت فورم كده وعملت ان واضفت اليمنت اللي هو بايه التوقيع، غير زودنا ذكر وانثى قبل كده، ولكن هنا في توقيع. ده من حيث المبدا، من حيث المبدا هنا. طب من حيث الابليكيشن، لما اجي اشغل انا بقى الابليكيشن نفسه، تمام؟ والابليكيشن دوت المفروض مربوط بالفورمه دي اللي هي الالتحاق بالعماده. فلما اجي اشغلها اوتوماتيك بلاقي التحديث اللي تم فيها. يعني انت لو فتحت الالتحاق بالعماده المفروض يفتح لك الفورمه دي، انا ممكن اسميها اسم تاني على فكره، اعمل اي حاجه، اي حاجه تتعمل، ايقونه، شكل، كله. تعالى انزل تحت، انت بتوقع هنا في الابليكيشن، يعني انا ممكن اختار اي حاجه هنا، اي بيانات، تريننج كيو، ده بيانات جديده، واجي هنا في مع الموبايل بايدي كده بالتاتش كده، واقوم عامل كده ايه كده، يلا ماشي الكلام، واقول له ايه كونتينيو. هي هنا بس بيقول لك ده هو نوع ذكر او انثى. نقول ذكر المره دي، قال لي انت كده تمام، لان هو ده الحاجه الوحيده اللي عليها نجمه، ماشي الكلام. فبقول له يلا، فقبلها مني المره دي، قبلها مني المره دي. فانا كده ده تاني توقيع، ده تاني توقيع اهو، بريفيو، عامل لي بريفيو للداتا اللي جت. هما ما فيش غير ذكر وتوقيعه، ولا في اسمه ولا في اي حاجه. طبعا بيانات مش كامله، بس اوكي. بس اللي دخل بالاندرويد هنا يقدر سوري، يعني لما يجي جوه الموقع ويروح للتيبل، هيلاقي هنا ان في التيتشر المفروض، يعني هو المفروض انا كنت حاطط فورمة التيتشر، يعني اللي هي دي، ماشي، اللي هي دي. مش عارف ده هو جايب لي دي ليه في الاول، انا ما اعرفش، بس انا المفروض دي، يعني المفروض دي، فمش عارف يمكن انا حطيت مفيش كيو يو هي في الاول، مفيش ذكر ولا توقيع تاني. يبقى هو فاهم بقى ان يبقى انا حاطط فورمه تانيه ومسميها، هي دي اخر واحده، يبقى هي دي، ولا اكون وقعت في دي ولا ايه؟ بس انا ما كنتش حاطط هنا توقيعات، يعني مفيش في توقيعات، يعني هو قابلها مني بس. طب الايميل جالي ولا ما جاليش، ولا ايه حكايته؟ يمكن متاخر الداتا، ولا هو عشان بريفيو ما اعتمدهاش. ادوس هنا او لازم ادوس هنا بليز سي ذات، ولا لازم ادوس هنا عشان يعتمد؟ دوس يا عم واعتمد. لازم ادوس عشان يعتمد، وبالتالي يجي لي ايميل ان في توقيع تاني، ويجي لي هنا لما اعمل ريفريش الجدول بتاع الاساتذه يبقى فوق. ايوه كده اهو بقى فوق. طيب والتيبل، التيبل بتاعهم برضه هيبقى فوق،
بعد ما اعمل ريفريش يعني تيتشر يطلع فوق، تيتشر انفورميشن طلع فوق اهو. والايميل، طب الايميل اتاخر؟ لا الايميل ما اتاخرش، جاي اهو. ايوه الراجل بياناته اهي، البي دي اف بتاعه كمان، بعت لي البي دي اف كامل يعني، كانها نظام للتعاقد يعني. كمان كان ممكن اعمل نظام تعاقد الكتروني مبدئي موقع من خلال الابليكيشن، اوكي، متدرب يمضي على الاتفاقيه، استاذ، اي واحد يعني. المهم يبقى في عندي داتا هنا، هنا في كيو اهو فوق، وادي بقى عندي اتنين موقعين اهو، توقيعاتهم موجوده عندي زي البنك بالظبط. اقول له اكتب لي كده توقيعك، اقول له لا مش توقيعك مش كده، لا توقيعك كده، انت موقع كلام من ده. وادي الناس حتى صورها، كنا ممكن نعمل ابلود للصوره. طب هل انا ينفع في الفورمه دي اعيد الفورم واعمل ابلود للسي في اتاتشمنت فايل يعني؟ ما هو لو الاليمنت ده موجود معاك انك تاتاتشمنت فايل هتضيفه يعني. هنا في سكيل انبوت، هنا في فايل ابلود، فايل ابلود، امال ده ايه؟ ده هنا في فوتو، بس ممكن يبقى هي برضو فايل ابلود، هاتهم كده تحت بعض. ما هي دي ايمج ودي فايل ابلود. لو انا اخدت ايمج حطيتها كده معلش قبل التوقيع، هو هنا بيحط صوره عاديه كانك هتحط لوجو للفورمه، انت بتختار فايل وبيثبت معاك صوره. اما فايل ابلود زيها زي اللي قبلها، اذا هو في رفع الصوره مستخدم الفايل ابلود. فزي ما قايل فوتو، انا هنا سهل جدا 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 ان انا اقوم قايل له السي في، ايه المشكله؟ هو هنا في الخصائص بتاعته قايل له انا ده في السيرتر، مش عارف، مفيش اي حاجه لها علاقه بالايه؟ بالصوره. اوبشن اعطيني هنا الفايل تايب، سامح لي الصوره تبقى بي دي اف. شوفوا الراجل، شوفوا الراجل، كل انواع الامتدادات تمام، وما ينفعش ترفع غير حاجه واحده، ليميت نمبر اوف فايل. هنا في فايلات كتير. لو اجي هنا بقى في السي في، ممكن الراجل يرفق شهادات التدريب وشهادات التخرج وي 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 وي. فانا باجي هنا واقول له لا ممكن تعدد الملفات، ويرفع لي بحد اقصى 10 ملفات. يا راجل انا اخد منه السي في؟ هو ما دمجهاش بقى، هو راجل يعني ما بيعرفش يستخدم الكمبيوتر قوي، وهو اساسا جاي يدرب عندي كيفيه صناعه العصير يعني. هو راجل ملوش دعوه بالكمبيوتر، راجل له علاقه بالاقتصاد المنزلي وبينتج عصاير، وراجل مشهور جدا في انتاج العصير ومية مية يعني. هو استاذ في تخصصه، ماشي اوكي، مش عارف يدمج الشهادات، انا عايز الشهادات وهو مش عارف يدمجها. انا يعني مش هعلق له مشنقه خلاص. انا عندي هنا الشهادات ادي فايل، هي والسي في ادي اثنين، ادي وشهادات التدريب ادي ثلاثه، والاقامه بتاعته او الاي دي او الهويه ادي اربعه، وجواز السفر ادي خمسه، عايز ايه تاني؟ اخليهم 10 وثائق اهو. يبقى في ممكن في بند السي في ده او الدوكيمنت اذر دوكيمنت مثلا تعملها اي حاجه بقى انت يعني. مثلا هو يرفع بقى، هو انت بقى تقول له هنا في الديسكريبشن لو في جنرال ده الاذر دوكيمنت اوكي لايك السي في، بس هنا ما فيش سب ليفل. فور اكزامبل مثلا تعمل له مثلا كده اكزامبل السي في مثلا شرطه التريننج مثلا اي حاجه، تريننج سيرتيفيكيت مثلا اي حاجه يعني، تدي له بس نقط يعني، تدي له ملحوظات الحاجه اللي يحطها هنا يعني تحتها يعني، في نوتس، في نوتس، علشان لما يجي هو يرفع الفايلات، يرفع بي دي اف ويرفع الفايلات دي كلها. وممكن تحط له ده الماكسيمم سايز كام؟ 10 ميجا. ده الماكسيمم ليميت فايل سايز الواحد يعني، 10 في 10 كتير برضو، 10 ميجا 100 ميجا، وهي ضيع للسيرفر كده. انا برضو مش عايزه يعمل ضغط، يمكن يقول لي ما بعرفش اضغط الملفات يعني، ولكن هو مسموحه، مسموح تمام. ارفع مثلا، اقول له هنا لو وقف بالماوس بس، اقول له ارفع كل ملفاتك هنا بالعربي اهو، ماشي الكلام، استعرض ملفاتك
واختارها. ما هو الراجل مش عارف بقى حاجه، انا بساعده قوي من الكمبيوتر او الموبايل. ماشي، العمليه ماشيه، العمليه ماشيه. فتعال نشوف شكل الفورمه بقى عامل ازاي. هجد ان شكل الفورمه هنا في المنطقه ديت بقى ده بالعربي اللي انا عامله. استعرض ملفاتك واختارها من الكمبيوتر او الموبايل، يعني هنا يضيف الفايلات. تمام، انا ممكن اكتب له بحد رفع كل ملفاتك هنا. فهنا بيستعرض. طب انا عايز احط فايل، عايز احط مثلا الصوره دي مع الصوره دي مع البي دي مع الباوربوينت ده، انا حر يعني. فين البي دي اف؟ يعني هات البي دي اف ده كمان. يعني جمعت كام فايل؟ 1 2 3 4 هات 5. ده الفيديو ده كبير، ما ينفعش ما ينفعش. هات اوكي. يعني هو هات هنا اوكي. فهنا بيحمل الفايلات. ده قليل، ده جميل، ده باور بوينت ده مش مرتاح، مش ضمن الملفات. بيقول لك الملف ده مش ضمنهم. طب انا اقدر احطه في الليمت؟ يعني ما هو الراجل كده ايه ظلمني. لو في فايل مش مكتوب نوع هو نسيه، هو الجي بي جي، البي ان جي، البي دي اف. طب جميل انه مراعي كده، انه اداني تحذير، عشان انا لما اجي في الاوبشن انا مش شايف فعلا الامتداد بتاع البي دي اف. طب والله احطه في الاول اهو، كوما كوما سوري كوما مسافه. طب كده يقبل مني بقى البي دي سوري اللي هو الباوربوينت. هو قبل كله بس ما قبلش الباوربوينت. يعني هو مش مكانه هنا، مش مكانه. ممكن اعمل له فايل تاني واحط الملف التدريبي بتاعك واحط له الباوربوينت، بس انا عايز اشوف هل فنيا لو زودت له امتداد يقبله. فالمفروض يقبله. يعني هبدا انا بالباوربوينت حتى، يعني من باب ان انا ايه بغلس عليه. يعني هو انزل له اللي انت رفضته، وهو اليوم الثامن، وهات كمان الصوره ديت، وهات الصوره ديت، وهات البي دي اف ده. تمام، وادي 1 2 3 4، اطلع فوق شويه، هات كمان ده باور بوينت تاني، على الله ما يكون نوع تاني، يا رب يكونوا نفس النوع عشان ما يدنيش خطأ. ماشي الكلام، واقول له اوكي كفايه دول. هنا برضه مش قادر، هو المفروض انا اخترت 5، هو بيقول لي اليوم الثامن is too large. المره دي بقى مش علشان النوع، المره دي عشان الحجم. طب انا هروح اجيب له واحد حجمه صغير، واجيب مثلا دوره الفيديو كان فيها باور بوينت اقل من 10 ميجا، مش عارف غلاف الدوره 3 ميجا اهو، باور بوينت مايكروسوفت باور بوينت. هات المرة دي يا سيدي أنا اخترت حجمه قليل 3 ميجا باور بوينت أهو، مايكروسوفت باور بوينت. بس هو مش عارف هنج مني ليه، يعني نوت ريسبونس، مش مشكلة يعني. فهو المفروض يجيبه هنا، يعني هو حمله، يعني ما حملوش ولا جابه ولا سأل فين هو الفايل ده، وأنا قلت له أوكي أوبن. فتلاحظ هنا حمله. انا كده قبل معايا الباور بوينت، بس لازم تلتزم بالحجم اللي انت كاتبه. انت قايل 10 ميجا الفايل، وبالتالي الباور بوينت لازم يكون 10 ميجا. فقبلوا مني بعد ما زودت الامتداد، ودي ناحيه فنيه تصحيحيه احنا بناخدها في الموقع. تعال نشوف الناس بتسال حاجه. دكتور احمد قال واضح وفصلت منه الجلسه. فطبعا اللي عنده اي استفسار يسال الان، لان ما عادش على صلاه العشاء غير 20 دقيقة والوقت قليل. فأنا هكمل شرح وأنتوا تحطوا أسئلة، يعني 5 دقايق وأرجع لكم يعني في الشات هنا. في أجزاء فنية زي ما حضرتكم شايفين، فين هي؟ هنا زي الحتة دي، الفايلات اللي أنا برفعها دي، دي فايلات بتترفع هنا برضو. بحط صورة واحدة، ما ينفعش اتنين بقى. يعني هنا بحط صورة، صورة أي صورة. يعني واحد
تعال نشوف صورة التدريب ده مثلا، كأنها صورة الشخصية. هل ينفع أحط صورة تانية؟ هو في الفوتو هنا لو أنا جيت الليمت بتاع الصور هنا أنا محدده ب 10 هنا، إنما هنا لو جيت أقفل كده أنا ممكن أعمل سبميت الآن، يعني أوقع كده وأقوم عامل ذكر أول أو أنثى عشان ما يتفلتش مني، والاسم يعني أي اسم، ماشي الكلام، وأقول كونتينيو وأقول له هنا إيه الزر اللي تحت ده يلا، فيقول لي ثانك يو. فأنا هنا عارف إن أنا عندي التيبلز ده، أعمل له ريفريش بس، فجاب لي من غير ريفريش، والله أنا آسف إن عملت ريفريش، كنت عايز أوريها لك قبل الريفريش. الدي دي تسجل اوتوماتيك، وفايلات الدي دي اهو الفوتو بتاعته حط صورتين نص صوره واحده بس، الفايل جيت في الاخر لان انا ضفته بترتيب الاضافه جه في الاخر، انا مش عارف انا اقدر اسحبه احطه قبل التوقيع مفيش اي مشكله، واجيب النوع احطه قدام شويه يعني مش حد ليه حاجه عندي اهو، ده بعدل الجدول نفسه. ها اهو يبقى النوع الاسم والنوع وبعدين الايميل اهو، انا بعدل في الجدول نفسه، وادي الفايلات بتاعتي اهيت، عدد الفايلات ودي البي دي اف والباوربوينت وادي داونلود، وكود ده بقى عندي زي داتابيس كامله للشغل بتاعي والامور تمام جدا. ده التيبلز ده بتاع المربوط بالفورمه اللي هو موجود جوه الابلكيشن. يبقى انت كده عرفت الدايره ماشيه ازاي في الموقع، هو ابلكيشن مجرد واجهه ولكن انت مصمم فيه جدول، الجدول ده بتعبي فيه بيانات من خلال الفورم. هو كده الكلام اللي انا بقوله ده يتقال كده صح زي ما انا بقوله؟ يبقى هو نموذج مجرد واجهه للمستخدم، المستخدم بيستخدمه علشان يملى الداتا في الجدول. طب بيملى الداتا من خلال ايه؟ النموذج. طب الداتا دي موجوده في النموذج؟ لا، النموذج ما هو الا شباك تبص منه على الجدول، تمام؟ يبقى هو جرافيكال يوزر انترفيس عشان الداتا تتعبى في الجدول. الداتا موجوده فين؟ في النهايه جوه التيبل، جوه التيبل او الشيت او الجدول الاكسل زي الاكسل اللي كده. طب انما الفورمه فيها داتا؟ لا، المفروض الفورمه مجرد واجهه تدخل منها الداتا جوه التيبل، تمام؟ وكل ده موجود جوه الابلكيشن بتاعنا ده. كل التعديلات اللي انت عملتها بتتعامل معاك اوتوماتيك في اي تيبل، بيتظبط على كله، تمام؟ ده المتجر، واخدنا متجر قبل كده مش عايزين نتعب فيه تاني. وده هنا معلومات النموذج الالتحاق بالعماده اللي احنا شغالين فيه كل الوقت ده. هنا صفحه معلومات الاتصال، هي الصفحه ديت تعال نشوف كده، هي الصفحه ديت موجوده هنا ماشي في النهايه كده في الاخر، طبعا ما اقدرش ازيل العلامه التجاريه اللي تحت غير لما ادفع يعني. هنا في صفحه معلومات الاتصال اللي هي زي واحد يكتب بياناته ويعمل سبميت ويرسل لنا، تمام؟ تعال نشوف شكلها في التطبيق، هي اوتوماتيك، مش عارف انا حطيتها انا ولا هو اللي حطيتها لي بصراحه يعني، مش متذكر. هي دي الوحيده اللي مش متذكره، مش موجوده هنا في الحاجه بتاعتي، هي موجوده في الاخر لوحدها كده. فتعال هنا، قد تكون هي التحق بعد الالتحاق بالعماده، لا هي موجوده الصفحه ولكن الدنيا مش متظبطة هنا ان لها عنوان اساسا، ماشي الكلام. تعالى ده الداتا بتاعت اليوزر نفسها، الداتا بتاعتك اللي موجودة على الموقع هي اللي بتدخل بيها، هي اللي بتدخل بيها الابليكيشن، تمام؟ ممكن تعمل لوك اوت، يعني انت عندك اليوزر هيدخلوا باساميهم وتبقى عارف الناس دي مين. طيب انا بس يهمني اشوف الحتة الاخيرة ديت، صفحة معلومات الاتصالات دي طبعا موجوده علشان اكيد الداتا دي كمان، الداتا بتاعت السله، الداتا بتاعت السله، فاوتوماتيك بيشغل لك دي، تمام؟ فهو انا محتاجها من اول ما حطيت السله جاب لي دي كمان، وحتى دي من الفرم الوحيده ده عندي اهوت انا الصفحه ديت. هنا طبعا ما انتش عارف تمسك الصفحه، بتضيف صفحات جديده بس، انما انك الصفحه دي كده تطلعها فوق او حاجه مش جايه معاك،
انما الصفحه دي التانيه مثلا بتاعه الالتحاق بالعماده تيجي معاك انك تطلعها فوق، طبعتها فوق عشان نجيب السله وراها المعلومات دي. طب المعلومات ديت اللي كنا عملناها قبل كده، كنا عملناها واحنا شغالين في السله يعني. طب لو انا جيت قلت له تشغيل وهات لي السله بتاعتي، متجر، في المتجر هنا المفروض يبقى فيه داتا، طبعا شكله فاضي معانا، تعال نحط منتجات فيه بشكل سريع، مفيش منتجات هنا. دي طبعا الحاجة اللي انت بتضيفها، حط حاجة ب60 يعني، في حاجات يعني ده تبرعات كمان، ده شكل مختلف من شكل مختلف، تبرع بين 10 ب 25، ممكن ينفع جمعية أهلية والله يعني، ده جزء بتاع تبرعات، فغير برضو المتجر اللي احنا كنا ضايفينه قبل كده يعني. احنا كنا عاملين هنا المكان دوت وغير البرودكت ليست كمان، ممكن بقى ازود صفحة جديدة كده واشوف حتة البرودكت ليست ديت، بس طبعا هي خلاص هي شغالة معايا ما اقدرش اضيفها مرتين، فبرضو ناخد بالنا من الحاجات ديت، انواع المتاجر وتقدر تستفيد منها ازاي، وزي ما احنا اشتغلنا احنا وزودنا منتجات وزودنا حاجات، نقفل دي كده. ودي البيمنت نفسها يعني، طريقة الدفع اللي هي ريال سعودي والكلام ده كله، الشيك اوت بيج اللي هي الأخيرة دي، صفحة معلومات الاتصال، هو جايبها لك ان هي صفحة ولكن هي مربوطة بإيه أساسا؟ بالمتجر. فأنا عشان عايز أجيب لك ان دي سبب وجودها إيه يعني، اللي بتعدله هنا هو هنا، دي مرتبطة بالمتجر، دي مرتبطة بالمتجر، الشيك اوت بتاع المتجر، ماشي الكلام؟ فهو عاملها هنا في صفحة بس ما تقدرش تتحكم فيها تلغيها لا انت تلغيها، الغي المتجر تلغيها يعني. يعني لو لغيت المتجر ده سوري يعني اتشالت، مش شايفها هي، انا حطيت المتجر اتحطت يعني اللي هي دي هنا اهو، ببدأ احط لي اوتوماتيك تحتها ايه؟ اها يعني انا اشيل المتجر تاني، اشيل المتجر اهو بيشيلها لي، تمام. طيب في كمان هنا ممكن البرودكت ليست، لو انا عندي غير التبرع في برضه حط لك ايه معلومات الاتصال. اذا في نوعين عندك هنا، شاشه التبرعات وممكن في الكليات الصحيه، تبرع لمؤتمر، تبرع للطلاب الغير قادرين، اي حاجه بقى. وفي هنا عندك منتجات، عندك هنا حاجتين والاثنين بيدخلوا لك صفحه معلومات ايه الاتصال. عشان الوقت بتاعنا الدكتور علي بيسأل سؤال، هو هنا في نقطة، هنا في نقطة يا دكتور علي، إن هو بيشتغل إن من غير الموقع، ما أنت عندك الموقع الأولاني اللي هو موجود عندك في التقويم، ممكن تحمله من غير الموقع، بتحمل على الجهاز بعيد عن الموقع اللي هو إيه؟ الأندرومو يا دكتور علي، ده بيديك إمكانية إنك تحمل الباكج. فاكرين في الواتساب لما حطيت لكم الباكج وقلت لك حملها، دي ده موقع ايه؟ الاندرومو اللي انا هكتبه لك هنا، ده تحمل باكج في الجروب اهو بتاع الواتس، ده فروم ايه؟ دي الباكج دي انت حملتها، ممكن تحطها على الجوجل بلاي، ده باكج كامله، ده فروم الاندرومو، خدت بالك يا دكتور علي؟ اما التاني بيديك لينك تحمل منه اللي هو زي ده جيت فورم، فده من الاندرومو، ماشي؟ فخد بالك برضو من الجزئية دي يا دكتور علي، ما هو الاندرومو هنا لو انت دخلت مثلا وجينا على تطبيق من تطبيقاتنا وقلت له التطبيق ده انا عايز اعمل له بابلش، تمام، هنا في كيفية ارسال تطبيقك الى البلاي ماركت، وادي حزمة للجوجل اهي يعني، تطلع حزمة للجوجل، وبيديك بقى في حزمة الجوجل ده بيطلع لك التطبيق، اعمله هنا،
وهيديك الباكج اللي ازاي انك تحطها على جوجل والابل كمان اهو، بس هو لازم تدفع عشان الابل، انما جوجل هنا مجاني ماشي، بيقول لك اعمل ادفع عشان يديك للابل متجر ابل، انما الجوجل تمام. تمام هنا دكتورة علي، دكتورة بلقيس، هل ممكن اعمل تطبيق مثل بوك مرسول؟ ممكن ممكن يا دكتورة، ده انت شايف اهو حاجات بتبيعي، ما هو مرسول انت بتبيعي ايه؟ بتقولوا له انا عايزه اسطوانه غاز مثلا، فبيديكي سيارات، بس طبعا هي العمليه يعني احترافيه اكتر في مرسول، مدفوع له فلوس ومش مش يوم واحد والتاني كده، فانت ممكن انت بتختاري في مرسول المنتج بيديكي مثلا عروض فوريه مثلا للسائق ده والسائق ده والسائق ده، فانت بتختاري، بيوصل للسائق بيقبل او يرفض، هو ينفع محتاج بس تخطيط، يعني نقعد نخطط وهنعمله ازاي. تمام، وبالمواقع دي ينفع قوي ونص كمان. طيب ايه هو، طبعا احنا الساعه دلوقتي 7 الا ربع، ما عادش قدامنا غير 5 دقائق، فانا يهمني ان الناس تجرب كل الادوات اللي احنا اخدناها وتشتغل عليها، بحيث ان يبقى عندها القدره على التطبيق. انا يهمني في نهايه التدريب انكم تتذكروا اللي انا بعته لكم عبر الواتساب، اللي هو الكليندر ده. الكليندر ده فيه اسامي مواقع، الاندرومو والجيت فورم، مهمه جدا انكم تخشوا على الموقع تطلعوا عليها. طبعا اخذنا الجيت فورم التوسع، واخذنا التطبيقات جوه الجيت فورم، ولكن انا يهمني ان كنتوا تبصوا على الاندرومو برضو، يهمني انكم تاخدوا فكره عن هذا الامر. وده الموقع اللي احنا اخدناه اللي هو الاساس بتاعنا الاندرومو، بعته لكم عبر ايه؟ الواتس. طبعا انا بشكركم شكرا جزيلا، وطبعا نلتقي باذن الله في مرات اخرى قادمه، ولو حد عنده اي سؤال انا موجود معاكم باذن الله تعالى. ال5 دقائق الأخرى دي للأسئلة يعني. شكرا لحضراتكم، يعني ما فيش أسئلة، فأنا اسمحوا لي إن أنا أقفل التسجيل الآن، وبترككم بقى للاستعداد لصلاة العشاء، وشاكر لحضراتكم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.